حمدو، شو بدي؟ بدي اطلب منك طلب وبترجاك توافقني عليه. كتراني طلباتك هالايام. ايه صحيح، لانه معيشني على ريش نعام. هلا بلا تفتيق، قولي لي شو بدك واختصري الطريق. بدي منك تطلقني. نعم؟ مثل ما سمعت، عم بطلب منك الطلاق. استغفر الله العظيم يا ربي، لك شو جنيتي ولا معتي استحيتي؟ جنيت استحيت؟ انسالي هالكلمات هلا. وانزل على المحكمة قول لهم مرتي بدها تتطلق. ولك بدك تفضحيني انت؟ لك شو صار لك على غفلة جائرتي؟ سأل حالك. عم بسألك جاوبيني قبل ما أقوم لكي وأعمل لك اللازم. حاجتك بقى تبهدل وتعيط وبغير هالمسلة خيط. ويكون بعلمك يا شهم يا كريم اليد، يا غيور يا خفيف الدم، إنه أنا بسببك صرت جقرة، وقلة ثقتك فيني خلتني أتجرى. بس لا تنسى إني حرة بنت حرة. حاجتك بقى حكي وأفلام. قومي نامي وخليني حط راسي ونام، بكرة عندي سفرة على النبك. قومي قبل ما أنزل فيكي حشك ولبك. هيك عم تقول؟ طبعاً. بسيطة، يعني لساتك مصمم على السفر؟ إيه نعم، عندي تجرة. صحيح مو محرزة، بس لابد من هالسفرة. وكم يوم بدك تغيب يا مرضي والديك؟ 3 أيام. اشتقتيلي من هلأ ما هيك؟ اشتقتيلي، بعرفي اشتقتيلي صفية، بعرفي. يا حاجة بقى بلا سماجة، يعني ما بدك تطلقني مو هيك؟ كتير فاقسة بتمك كلمة الطلاق. بس ويني؟ نجوم السماء أقرب لك. ويا ترى هي أول مرة بسافر فيها؟ لا، إله بالعادة سافر. فهمنا. وبعد ما سافر؟ هو سافر من هون وأنا بلشت شغلي من هون. وحمده كان بالإضافة لبخله وشرشحته وقلة عقله ومسخرته، كان عصبي مثل القرود وطبعه مثل البارود. إيه، وشو عملتي أنت بغيابه؟ بنفس اليوم اللي بده يرجع فيه حمده على البيت، عملت ببيتي حفلة مطنطنة، فرقة موسيقية ودبك ورقص وشيطنة، وكل موسيقي شواربه بوشه رطل وعلى راسه طربوش مثل السطل. وقعدت أنا بين هالموسيقيين وما خليت وما بقيت، ولأم كلتوم ولور دكاش غنيت، وصارت لكم عراضة بهالبيت، وعزمت الجيران كلهم هنن ولادهم، وصار عندي ليالي ملاح لوش الأصباح. وبينما أنا عم غني بكرة السفر، حمدو أفندي حضر. يا جماعة، قبل ما غني أنا رح تسمعكم جارتي إلهام هالغنية. اشكي
صار دور صفية وبدها تغني لنا غنية. بكرة السفر، بكرة السفر، بكرة السفر، بكرة 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 السفر، بكرة السفر، بكرة السفر، بكرة السفر، بكرة 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 السفر، بكرة السفر، بكرة السفر، بكرة السفر، بكرة 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 السفر، بكرة السفر، بكرة السفر، بكرة السفر، بكرة 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 السفر، بكرة السفر. ولك يخرب بيتك يا صفية شوهر. لا تجعر فيني، انت من اول ما تجوزتني تعرفني بحب الطرب، وهالشباب الحلوين موهوبين، شي من حمص شي من حلب، بس شهادة لله ما فيهم واحد قليل أدب. فقلت لحالي يا بنت، انتي وحمدو بتمتازوا باللطافة، بقى ليش ما بتشجعيهم مثل وزارة الثقافة؟ بس هالشاب غمزني وطلبني ليتجوزني، ما بيعرف اني علي الطلاق. ما لك قاعدة ببيتي ولا دقيقة، أنو دقيقة ولا ثانية، العمى لك كأني متجوز غانية. عم تطلقني يا حمدو؟ لك روحي وانت طالقة بالتلاتة يا فنانة، لك كل شيء إلا الشرف يا فلتانة. الله يسامحك. لك ما عم صدق عيوني، لك معقول تعملي هالشيء ببيتي يا صفية؟ وقعدتيني بين 30 رجال مثل شفيقة القبطية، وشعرك مدندن على ظهرك مثل الشنية. خلصت حكي؟ ماشي الحال. يا جماعة وصلت القصة للقفلة، شلحولي هالطرابيش وجاكيت هالبدلة. ولك شو هاد؟ يا بشوم منك، بس كانت هي احسن طريقه لاتطلق منك، يلي ما في رجال بهالكون احسن منك. بكرة السفر تررن تررن، بكرة السفر، بكرة السفر، بكرة 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 السفر. حلوة 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 كتير. وهيك جوز ظالم ما بيلبق له إلا هالتدبير. طبعا، لأنه الحرة لما بيندعس لها على طرف مثل اللبوة بتصير، ومثل التعلب بالحيلة والتفكير، ومثل الحية ناعم ظهرها العاري وبأنيابها السم الهاري. عجبتكم قصتي؟ يا اختي جوزك بفور الدم، بس حلوه قصتك يسلم هالتم. من اليوم ورايح لا تتجوزي الا اللي شاريكي، والا العن من هيك رح يصير فيكي. طبعا، لانه اصل الجواز التفاهم والمناغشه والتناغم. شوفوا الثانيه شوفوا، نحن هربانين من الثقافه وعم تحكي مثل شيات الثقافه. ولك لا، بس ما لازم يجينا باسم الجواز، رجال بيضرب جواز. المهم هلا اجا دورك يا بديع الحرداني لتحكي لنا قصة حردك من جوزك، ولأمتى بدك تضلي منه هيك زعلانة وبارمة بوزك؟ اسمعوا التانية اسمعوا، أنا بارمة بوزي. طيب لا تزعلي، شفتيرك. شفتيري؟ طيب برطيمك. هلأ لا تفوتي معها بالمفردات، حكي لنا قصتك وبلا هالمناغشات. آخ آخ، وكل آخ بتطلع من صدري مثل دقة المنفاخ. قصتي يا صفية قصة مرة شقية. وينك مليحة؟ أعطيني قطعة ملبن لحتى تحت سناني، أو شفت قصب مص لرطب لساني. خدي بديعة بقى وخلصيني. هاتي. بتعرفوا ليش أنا يا حزركم مرة شقية؟ لا ليش؟ لأنه جوزي ماله ثقة فيي. ييي طلعت معي لبنانية. لك حاجة بقى بديعة، حاجة تتمقطعي فينا. أنا ما عم بتمقطع فيكي، أنت بتعرفي إنه جوزي أبو النورة شغيل وشاطر، بيعاملني ضربي على الحافر وضربي على النافر. شلون يعني؟ يعني ما بعرف إن كان بيحبني ولا بيكرهني، لأنه كل شي بيحصل معه بيخبيه عني، يتحورق وعلى أرؤوز هالبحرة يتخوزق. عيب تحكي عنه هيك، لساتك على عصمته.
صحيح، وعلى جبيني حاطط ختمه وبصمته. المهم جوزي ابو نورس مثل ما بتعرفوا مرابع بستان، وبالمواسم بيشتغل ضمان، يعني بالصيف بيضمن مشمش وتفاح ورمان، وبالشتاء ليمون ويوسف افندي وبرتقال. وبذات الايام الصيفيه كان الهواء عليل والطقس جميل، وكنت قاعده بالعليه عم امع باميه ويبس ملوخيه، وجوزي سارح بالبريه عم يحش البقدونس والنعنع وعم يلقوت من على كتف النهر كم ضفدع. وانا مالي دريانه بشي، مبرطعه وشبعانه بعد اكله محشي. امنتي بالله، امنتي بالله، تراري راري من نور جمالك، آية من الله. امنتي بالله، نور جمالك نور عجيب. يعطيك العافية ابو نورس. لازمك كورس. أهلين وسهلين، لك زمان ما شفناك يا أبو زكي. هلا لشو كتر الحكي؟ ما بتعرفني إنه أنا حمار شغل وما عم بفضى صير بني آدم؟ الله عليك يا أبو زكي وعلى حكيك، هو صحيح ما بيتاخد برأيك، بس حكياتك مسخنين. ولك شبك من على بكرة الله نازل تلويص بهالطين؟ شو بدي أعمل يعني؟ شغلت كل يوم عم حش الفصة وعم عشب المسكبة، هي هي كل القصة، والشغلة صايرة متعبة. لك شبك أبو نوراس؟ لساعتك شب؟ من هلأ بلشت تنق؟ لك إيه خلاص، راحت علينا وانكسرت إذنه للحق. الخلاصة بدك مني معاونة؟ لا، ما بدي إلا سلامتك. لكان وينك؟ عند الغدا منتغدى سوا، معي زوادة مرتبة، عزيمة ما صحت لحدا، ومناكل عند المصطبة. تشكر يا أبو زكي، روح تهون هلأ، بكير لسا عالظهر، وبس خلص تعشيب بجيب زواتي وبجيك. الله يعافينا ويعافيك. ابقى الحقني خاطرة. الله معك، مع السلامة. لا دمعي كافوا وطاف النار، ولا الحبيب ولا الحبيب ولا الحبيب، قلبه على أيه أروح لمين؟ إيه شو هذه العرق بالمحفار؟ كأنه جرة فخار. إيه والله هاي فخارة صغيرة، يا ترى مين دافنها بهالديره؟ احليين تكون طميره. والله باين انت تقيله، شو يعني فيها ذهب؟ لا وتمها مسكر بالطينه وكسمه مثل اليقطينه. يا للعجب والحيره، ايش جره ذهب صغيره؟ ذهب يا ناس، ذهب يا عالم، ذهب يا ذهب ذهب ذهب، والله ويلي اسمه الله ذهب ذهب يا هو، ذهب يا امم، ذهب يا عالم ذهب، والله ويلي اسمه الله ذهب ذهب يا ابو زكي. خير خير، هلا تركتك بعقلك، شبك عم تصرخ مثل المجنون. هنيني يا ابو زكي هنيني. وعلى شو بدي هني؟ على اللي صار فيني. شو صار في؟ لقيت جرة ذهب يا ابو زكي. شو هالحكي؟ مثل ما عم اقول لك. هيم شوف ورجيني. اي والله صحيح، هذا ذهب رشادي من عهد السلطان. قولك هدول اللي بيشتروا لي بستان؟ ولك بيشتروا بستان وجوز فدان، وبتحفر بير وما بتمطر العدان. أمنتوا فيك يا ربي، شو كبير عطاني على هوانيتي. خود خود. شو ها؟ ذهبي تستاهل، خود. لا 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 أنا ما باخذ مال حرام. لا لك شلون مال حرام؟ المال مالي أنا، لقيته يعني ماله صاحب. شو هالحكي؟ شلون ماله صاحب يعني؟ فهمني. طبعا ماله صاحب. لا يا ابو نورس، لا، هالذهب الدولة صاحبته، وكل شيء بباطن الارض الدولة مالكته،
الشغلة معروفة. هلأ لا تنزعلي مرائي وخليني مروق. على عيني. شو بدك تعمل بهالذهبات؟ والله ما بعرف يا أبو زكي، ما بعرف. خايف فوت على البيت فيهن تقوم تشوفني ام نورس حاملون تعمل لي زيطة وزنبليطة وكاني وماني وتفضحني بين الناس. طيب وانا التاني؟ ما بتخاف اني افضحك؟ انت رجال يا ابو زكي وبتعرف تصون لسانك وبتفهم، اما النسوان بلساناتهم مبلطة ارض جهنم. يعني ما رح تقلا لام نورس على الكنز؟ لا، ام نورس مو معودة على العز وطموحات رخيصة، وخايف يفلت لسانها وتتحشلي هالبصل بهالرز وتلوص لها شي تلويصة. لا والله ام نورس مو هيك. ولك اخي اذا دريت ام نورس بالمصاري بدها تنق علي اجباري، يا اما بتجيني عن ناعم ومثل القطه بتنوي، واذا طناشت بتعمل لي اللازم ومثل الديبه بتعوي. هلا اختي ام نورس هيك؟ ها قال يعني ما بيعرفها. بعرفها بس انت غلط عم توصفها. طيب ما فيها شيء، انا رح اعمل معها تجربه، اذا نجحت فيها بحكي لها القصه وما فيها. لانه مثل ما عم تقول يا ابو زكي، اذا دريت الحكومه بالذهبات بتاخذهم وبصفع الحصيره لا طويله ولا قصيره. بقى شو رايك؟ مثل ما بدك، انت حر. بس انا متاكد انه ام نورس بتحفظ السر، وفوق هيك امينه وما بتفشي سرك ولو كان عندك من الذهب خزينه. بعدين بتحبك، ولو ما كانت بتحبك ما كانت تركت المدينه وسكنت معك بالبستان برات المدينه. انا مرتي بزمانها اودعت عند مرتك سطل قطران، ما لحست منه المخلوقه ولا لحسه. بقى احكي لها سرك وما رح تسمع منها ولا همسه. لا فعلا هذا جوزك ابو نورس ما له حق. طبعا ما له حق. ليش؟ لاني انا بحفظ السر، خاصه اذا بيلحقنا من وراء افشاء الشر. وانا من جهتي بحفظ السر وطالعه بهالشغله لامي، يعني ببخل بريقي على الفوله يلي بتمي. وانا هيك، وابو نورس ظانني غير هيك. المهم هلا شو صار؟ بعدين يا حبيباتي، وبليله من الليالي كنت نايمه بفرشتي وابو نورس عم يحوس ويلوس فوق راسي، شي بيشعل الضو شي بيطفي الضو وشي بيقرقع بالتناك، وما كنت اعرف شو حكايته. ابو نوراس حاجه بقى، حاجه تحوص طفي لي الضو. فكري افتح الشباك حتى يبرد الجو. لا لا ابو نوراس، اوعى تطير لي الناعوسه واوعك تفتحوا لي الشباك، امبارح حرصتني الناموسه. ايه على عيني، على عيني وراسي. صباح الخير. شو ابو نوراس، شايفتك اليوم فايق قبلي. ايه والله يا ام نوراس، تركيني بهمي. خير شبك ابو نوراس؟ ماشي الحال. شبك احكي لي، في شي؟ نعم. وقف حكي لي، شو في ابو نوراس؟ غليت لي قلبي، شو في؟ ما في شيء. شلون ما في شيء؟ جوزي وبعرفك، بالله احكي لي شو في. لك اتركيني بهمي، ما في شيء اعمل لك. ابو نوراس حلفتك يمين برب العالمين وبالغوالي، احكي لي ولا تشغل لي بالي. بخاف اذا حكيت لك تحكي يلي بدي احكي لك يا للناس. ليش اللي بدك تحكيه سر؟ اي نعم. وشو هالسر بعيد الشر؟ أنا يا بديع سري كبير كتير. طمن واحكي، كأنك لحشته ببير. وبترجاكي لا تحكي لحدا مهما يصير. ما بحكي، بس أنت احكي، قلقتني. أنا يا مستورة، كل يوم على بكرة عم يحصل لي أمر غريب. مو غريب إلا الشيطان، وشو عم يحصل معك بقى؟
شايفة هالبيضة؟ شو هالبيضة؟ بيضة وز؟ لا. بيضة بط؟ لا. بيضة نعام؟ كمان ما حزرتي. الحق بإيدي ما أحزر، غريبة كتير هالبيضة، بيضة شو هاي؟ بيضتي. لا تعبسي بوشي يا بديعة، لأنه حالتي بشعة كتير وفظيعة. ما فهمت عليه؟ لك يا بديعة، أنا عم بيض. شلون شلون؟ شو قلت؟ هاي هي الحقيقة، كل يوم عم فيق عم لاقي بيضة تحت مني بالفرشة، وعم تصيبني من حالة الدهشة. بيضة بالفرشة؟ مثل ما عم قلك. ومن أين تصار لك على هالحالة؟ 4 أيام وبيضاتي ليكم بالسلة. فعلا هالشي مثل السحر يا ابو نورس، مع انه ما لنا على البحر، بس هي البيضه مثل بيضه النورس. مشان الله دخيلك دخيلك يا ام نورس، ما بدنا مشاكل وما بدنا فضايح، لا تحكي لحدا واعملي جهدك تنسي بكره يلي قلت لك يا امبارح. على عيني رح انسى، بس بيضه وشلون عم تبيض جنبي بالاوضه؟ مشان الله انسي كل شيء اعتبارا من هاللحظه. نسيت. نسيتي؟ خلص نسيت. متاكده؟ متاكده. طيب بدي اسالك، شفتي البيضة شي؟ شو قصدك؟ عم بسالك جاوبيني، شفتي البيضة شي؟ لا شفت بيض ولا شفت دجاج. انا بيض شي؟ اعوذ بالله، انت لا بتبيض ولا بتحيض. لمحتي الخاروف؟ لا شفت صوف ولا خاروف. شفتي الجمال؟ لا شفت الجمال ولا الجمال. سمعتي شي؟ لا سمعت ولا شعت. لاحظتي شي؟ من امتى كنت لاحظ انا؟ عظيم كثير، وبهالصورة عجبتيني، وبتمنى تضلي ساترتيني على بين ما اشوف شي حكيم ممارس، بركي فقسوا البيضات وصاروا نوارس. ولا يهمك يا روحي ولا يهمك. بس بترجاكي بديعة، لا تبيعي سري برخيص. ولو، ولا توصي حريص. أما هي قصة غريبة، وحكايتك يا بديعة والله عجيبة. أما هي سمعة، رجال ببيض فعلا الشغلة فيها أحراج. بس يمكن هذا مريض أو انعدم من مخالط الدجاج. إيه المهم، وشو صار معكم بعدين؟ وبعدين يا بوب العين تقلت علي الخبرية، وراسي ما حملني، مع أني أنا وعدته بالسرية، بس هالسر كان أكبر مني. يعني صار معي مثل اللي قالوا لك خدي دقبة وسكتي، قالت لهم لا حط دقبتين وبحكي. ليش شو عملتي؟ خلوني بالأول اتنهد وديروا لي وشكن على هالمشهد. يا ام صالح، ام صالح. نوراس اهلين. مرحبا ام صالح. اهلا وسهلا ومرحبا. نورك ولا ضو الكهرباء؟ لا انا بشتغل على البطاريه. اميت اهلين بام نوراس، طمنيني شو اخبارك؟ كيف حالك؟ الحمد لله انا اخباري كويسه، بالليل بالحس عسل وبالنهار باكل هريسه. العمر كله ان شاء الله. شو طبختي اليوم؟ خبازه مع الكزبره والثوم. وانتي؟ يا ستي انا طابخه مفركه كوسه وفاقسه على وشها بيض. بيض؟ ايه بيض. ليش ناقصتي؟ اخ يا اختي. خير؟ شو بكي؟ مالي عرفانه شو بدي اقول لك. احكي ولا تخافي. اخ بصراحه متكرك بهاليومين. ليش؟ لا سمح الله انت متخانقه انت ابو نوراس؟ لا هي الشغله صار بدها قعده. تفضلي ام نوراس. ايه ستي هاتي لشوف احكي لي. خايف احكي لك تفشي سري. ليش اللي بدك تقولي سر؟ ايه والله سر وما بيسر. خير بالصلاة على النبي، شو هو؟ رح اقول لك، بس يا ام صالح السر خليه بين اثنين، ما بدي بكره اسمعه من 2000. إيه لا ولو انت الثانيه، ايش شايفتيني منخول؟ انا السر ما بطالعه من صدري بعد ما يدخل. كثير حلو، وهذا عشمي فيكي. هاتي لشوف. هذا يا ستي جوزي ابو نوراس عم يبيض. شلون شلون؟ ما سمعتك. ابو نوراس يوميا عم يبيض بيضه نيه. قل هو الله احد. ما بزل عليك، وصار له على هالحاله 4 أيام. وشلون عم يبيض يعني؟ مثل الدجاجه بلا معنى، بفيق بيلاقي فرشته بيضه. قل اعوذ برب الفلق، ليكون عم ينيم جنبه دجاجه؟ لا هو نفسه اللي عم يبيض. طيب شلون هي؟ ما بعرف، مو بعلمي ولا بخبري، والمسكين كتير خجول من حاله، ولا عم يصدق يلي عم يجراله. يو اضرب عليكي وعليه يا بديعة، والله زعلتيني على الخبرية. تشكري يا أم صالح، هذا لأنك بتحبينا وبتشعري فينا،
بس بترجاك يا أم صالح لا تفضحينا. ولو أنا بعرف شلون أحبس لساني، وبعمره ما فلت مني ولا بعمره رماني. طول عمرك أصيلة. شو رأيك بنفس أرجيلة؟ يلا. شو هالحكي؟ الله وكيلك، هالشي من مرته سمعته، وما في شي من عندي جبته. أبو نورس ببيض؟ إيه، قال كل يوم الصبح ببيض خمس بيضات. العمى، خمس بيضات؟ لك جاجتنا يلي هي جاجة، إذا باضت باليوم بيضتين مشان صحتها من إلا حاجة. إيه، البيوت أسرار يا خديجة، والله يستر أبو نورس من النتيجة. عشر بيضات؟ هذا بس بالنهار، وبالليل عشرة قديش صاروا؟ عشرين بيضة. صوري 20 بيضة عم يبيض باليوم هالمعتر. يو، ايش وحدة داعي عليه؟ ما بعرف. دخلك، وين عم يروح بهالبيض هذا كله؟ هذا اللي نفسي اعرفه، بس وينك؟ لابد ما يجي يوم واكشفه. ويا على قامتي، 50 بيضة؟ ايه نعم 50، 50 بيضة عم يبيض هالمسكين. يمكن لأنه ما عنده أولاد، والله ما طعمه نورس. قام سبحان الله، باض وفقص. الله وحده العليم. وقال بخميس البيضات عم يبيض قدهن على مرتي. يه، يعني 100 بيضة؟ ايه نعم 100 بيضة يا زينب. العمى، 100 بيضة عم يبيض؟ يا لطيف، 120 بيضة؟ وخمسين بيضة عم يبيض؟ لو كنت محله لأصبحت مريض. وبعدين مشي الخبر بالبلا كأنك سلمتي السر لولا، والكل صار يتمسخر ويتفقس. شو يقولوا يعني؟ الشريد اللي يقول لي قداش بعده سلة البيض يا أم نوراس، وغيره بيقول لي إذا بدكن تخزنوا البيض لا تخزنوا فوق بعضه بفقس. إيه، وإنتي؟ أنا مصدقة جوزي بس من دهشة. وهو؟ هو صار يبهدلني ويتهمني، بعدين وقع مريض وقالي لولاكي ما عرفت العالم بإني عم بيض. طيب وبعدين؟ بعدين يا ستاتي الكرام، وصل الخبر لقاضي البلد، استعجب كتير الزلمة وبعت ورا جوزي ليعرف شو حكايته. مولانا القاضي، مولانا القاضي، ابو نورس البياض اللي شرب بالمسؤول. خليه يدخل. السلام عليكم مولانا القاضي. أهلين أبو نورس. بكم مولانا القاضي. شو جايب لي سلة بيض حتى ترشيني؟ لا وحياة ديني، بس بلا منقود سيدي القاضي، أنا بإيش متهوم؟ أنت مالك متهوم بشي، بس قال إنك عم تبيض 200 بيضة مثل الجاج. بقى شو القصة؟ سمعني إياها وفهمني. وباعتباري وسيلة إنتاج بدها الدولة تأممني؟ لا لا، ما في شيء من هاد، بس هالظاهرة غريبة خلتني جن، وما سمعتها بحياتي لا من إنس ولا من جن. بقى عود وحكي لي وخود راحتك. وبصراحة خايف كتر البيض يأثر على صحتك. يا سيدي الله يخليك ويديمك، القصة كلها مبالغات وما فيها بيض ولا ما يحزنون. الله وكيلك شائعات، وكل مين صدق مجنون. هلأ بلا تلبسي أبو نوراس، إن سألتك بتجاوبني وما سألتك بتخرس. يا سماحة القاضي، يا صاحب السماحة، قسما بالله أنا مالي عم بيض، يعني برام المسألة بعقلك، معقولة بيض وأنا بني آدم مثلك؟ لكن شو هالخبرية عنك اللي ملي البلد؟ يا سيدي رح قلك، بس يعني يا ريت هيك تعطوني منديل الأمان ولا تحاسبوني على الذي كان.
احكي ولا تخاف، عليك الامان. وما بتحبسوني يا سيدي؟ احكي ولا يهمك، سماحتي مشهور عنها العدل. طمنتني يا سيدي. هذا يا صاحب السماحة، أنا فلاح ومهنتي الفلاحة. كنت عم بحفر بالبستان حد شجرة الرمان، وما شف لك إلا هالمحفار علق بإذن جرة ذهب صغيرة ملفوفة بكيس خيش مهرهر عتيق. من فرحي عقلي طار، ونويت أحكي لمرتي شو صار، بس خفت يا سيدي ما تحفظ السر، لأن على طول بتقر وبتبر، وبتنسى الخبر الحلو وبتحكي الخبر المر. فقلت لحالي يا ولد اكذوب عليها كذبة حتى تمتحنها وقلها إنك عم تبيض. فإذا كانت حفظت لسانها ولزمت الأدب بحكي لها عن جرة الذهب. قامت المخلوقة نشرت الخبر بين كل الخلق والبرية كأنها وكالة صحفية، وهي هي كل القضية. وتفضلوا، هي جرة الذهب ملفوفة بالصرة، وأنا بعتبر حالي ما لقيتها بالمرة. هيك لكان. قسما بالله ما بزل عليك. فعلا يا أبو نورس، قصتك عجيبة بالباطن وبالظاهر، ولازم تنكتب بالتاريخ المعاصر. أمرك يا سيدي. لكان خود هالجرة، أنت أولى من الحكومة. أنا أخذ الجرة؟ ظاهر إلك مقسومة. طيب يا سيدي، تفضلوا يا سيدي، هي كمشة ذهب بدون عد. ولك عم ترجيني يا وغد؟ بشرفي هلأ بحبسك وبخمد أنفاسك وبحطم إحساسك. طيب يا سيدي طيب، سامحوني دخيلكم. روح انقلع من وشي العمى، مو ناقصنا إلا نرتشي. قلت لحالي يا سيدي بركي بتشترولكم بغلة، أحسن ما تروحوا لبيتكم مشي، لأنه هيك عم يصير بالقاضي، وجاهة يا حسرة على الفاضي. يلا انقلع من وشي أوام قبل ما صادر لك الذهبات. حاضر يا سيدي، أمرك يا مولانا. حاضر يا سيدي القاضي، تكرم. الله يخلينا إياك، الله يدين لنا إياك. طيب شو اللي خلاكي تحردي طالما صرتي غنية ومسعدة؟ يعني صار الذهب عندك بالخزانة وفوق منها حردانة؟ لك يضرب الذهب وساعته إذا كان جوزي بده يكذب علي ويحل سألته. على كل حال اسمعوا شو اللي صار. إيش؟ أنا يا أبو نوراس؟ أنا طالعني كذابة؟ لك مو مسألت كذابة، بس أنت لسانك حاكمك، مو بإيدك، هذا طبع النسوان. وأنت ضروري تخجلني قدام مين من كان؟ انتي خجلتي حالك بايدك، انا ما قلت لك افشي سري. العمى قال شو؟ جوزي عم يبيض. لا وشو بتقلي مدعاس بصوتها العريض؟ يا ترى جوزك بيحيض قبل ما يبيض؟ يا خجلتي ويا كسفتي منك يا ابو نوراس. المهم يا ام نوراس، هلا صرنا غنايا وصار لجحي سرايا. تضرب المصاري وساعتها، قسما بالله مالي قعدت لك بهالبيت دقيقه وحده. وين بدك تروحي يعني؟ لبيت اهلي. يعني بدك تحردي؟ مثل ما بدك احسبها، يا لئيم يا ردي. لا يا بديعة، انت بهالتصرف مالك حق. ليش بعدي؟ شو انا مالي انسانة ولا ما عندي كرامة؟ ايه بس الحق عليكي، انت اللي خليتيه يكذب عليكي. هو هذا عيبي، لساني مثل المقص، بخاف انبلعته بحلقي اختنق وغص. بدك رأيي يا بديعة؟ هاتي لشوف. الصراحة انت مالك مظلومة، يعني عليكي نص الحق وعلى جوزك النص الثاني. شوفي الثانية. يلا في حدا؟ مينو هاد؟ يمكن أخي أبو دياب لأنه معه مفتاح باب الصاق. فوت أبو دياب فوت. السلام عليكم. كأنه أبو نوراس. أبو نوراس؟ هذا أنت أبو نوراس؟ أي نعم، وبصراحة جاي أخذ الحرمة لأنه البيت بلاها عتمة. وليش لحتى تاخذني؟ طالما صار معك مصاري طلقني وروح اتجوز. اتجوز؟ يعني ما أحلاني بعد ما ختمت كتاب القراءة بلش من أبجد هواز. أمي أنت مسافر جوزك على إيطاليا؟ يعني أمي إذا ما صار في تأجيل الأحد الجاي. أيوة
وبده يضل كثير هنيك؟ مش شغله 15 يوم. لك امي شلون بتأمني تبعتيه لحاله؟ اي والله هالايام الرجال صار بيخاف عليهم اكثر من النسوان. قولتك بس شو بدي اعمل يعني؟ لك امي فهميني بقى، بدي ضل علمك لازم تضلي تنقي على راسه ليل نهار لحتى ياخذك معه، هيك قلك يعني؟ ماما صدقيني اذا بنق فوق راسه سنه بحالها ما رح يمشي الحال. وليش لحتى ما يمشي الحال؟ لانه راضي رايح دوره تدريبيه على حساب الشركه، مو رايح سياحه وشم هوا، يعني كيف بده ياخذني معه؟ طيب وهي الدوره ما بياخذ عليها قرشين نضاف؟ بلا بده يطلع له منها حوالي شي 100,000 ليره. عظيم كثير، خليه يحط هال100,000 تكاليف سفرتك وياخذك معه، شو بصير يعني؟ تخرب الدنيا؟ لا ايوه، هي 100,000 ليره بدنا نوفي فيها ديوننا، مو بدنا نعمل فيها سياحه. بتضلي غشيمه وعلى نياتك طول عمرك. في وحدة عاقلة بتقبل انه جوزها يتركها 15 يوم ويقعد لحاله وين؟ بإيطاليا. ماما بالنسبة لراضي انا مأمنت له كثير وبثق فيه، بعدين مثل ما بتعرفي راضي قلبه أبيض وهيك نقي مثل حبات المطر. وفي شغلة تانية لازم تعرفيها، راضي مستحيل يحب وحدة تانية غيري حتى لو كانت ملكة جمال إيطاليا. إيه حاجتك بقى حاجة، إيه والله لو بصح لنا لفاية من السنغال ما بيوفرها. اسمعوا على الحكي، أنا مأمنة بالرجال مثل المية بالغربال. ناهدا شو حبيبي؟ وينك؟ لكني هون. شوفي 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 شو صار بالمصان، مثل ما ماسح فر شكل. يبعث لي حمى ان شاء الله حلت عليهن بلوستي. ما الله يصرحك يا ناهدا، ليش حطيتي بلوستك مع قمصاني بالغساله فرد وجبه؟ شوفي شوفي لك شوفي مرت عمي، شايفه تقبرني شايفة ولا ما توقعت تحل؟ وحياه الله ولك حبيبتي قماش وطني هاد، شو ما توقعت تحل وطني؟ طيب خلص حبيبي بسيطه، سامحني هالمره انا اسفه. ماشي الحال مو مشكلة، بس كنت ناوي آخذ معي هالقمصان على إيطاليا، شو بدي أعمل هلا؟ وليش كنت ناوي تأخذ كل هالقمصان على إيطاليا؟ إيه كلهم 6 قمصان، استكترتيهن علي مرت عمي. إيه حاجتك بقى، قميصين 3 بيكفيك، شو رايح تعمل عرض أزياء؟ ما بيقدوا مرت عمي، صدقيني ما بيقدوا، لأنه أنا هنيك ما رح أفضى أغسل وأكوي و يعني بتعرفي، أصلاً مو واردة هالشغلة، ومشان هيك حسبت حسابي بكم قميص زيادة. صحيح، الحق معك، أكيد ما رح تفضى تغسل وتكوي. معقولة واحد رايح على إيطاليا يقضي وقته بالغسيل والكوي؟ والعمل هلا؟ شو بدي ألبس هنيك؟ خلص حبيبي خلص، شبعنا محلولة من وصلتك لهنيك، اشتري لك كم قميص وصلى الله وبارك. خطر ببالي هيك شيء، مو إنه ما خطر، بس هنيك يا ناهدا القمصان غالية وأنا مالي ناوي أتبحتر بهالسفرة، بدي ضب إيدي شوي حتى وفر ووفي دناتي. أصبح خلص، اشتري من هون قميصين 3 ودبر راسك فيهم، ليش كل اللعي اللي بلا طعمة؟ ماشي الحال، وهالقمصان هدول شو بدنا نعمل فيهم؟ لكن حشم من ايدك بقى، انا بعطيهم للناطور ابو حسان. طيب وهي لحشناهم؟ هلا اقعد واشرب قهوه، شبك حايس ولايس؟ مالي حايس ولايس، روحي اقعدي هنيك. تفضل سهل. لا حول ولا قوه الا بالله. لك شو هاد؟ شو هاد بتعمي؟ تبعت لي حمى تسلق بدني على العمله. مو بدنك اللي سلق، بدني اللي سلق، لانه مثل النار القهوه. ان شاء الله لا تواخذني صهري، انا اسفه كثير، ان شاء الله لا تواخذني. امنتك بالله على هالنهار. لك هي البيجامه اللي كنت بدي اخذها معي لايطاليا، هي بالذات. تقبرني معلش، قوم قوم انقع بالمي قبل ما تذبح القهوه، قوم قوم. لا حول ولا قوه الا بالله، وجاءنا عزيز كتابكم في احلك الاوقات. بعث لي حلم ان شاء الله. والله يا ناهدة قلبت قد كمشي على العملة اللي عملتها مع جوزك، ولي على قامتي إن شاء الله، شو بده يبربر علي هلا؟ يلا أمي مو مشكلة، بسيطة بسيطة، شو صار يعني؟ قلتك بيكون زعل مني ما هيك؟ لا أمي لا أبداً، ما بيزعل، بعدين راضي قلبه أبيض كتير مثل النفجة. إذا كان هيك منيح، طمنتيني، حاكم الرجال ما بيصدق إمتى يمسك ممسك على الحماية. ناهدة أنا رايح، بدك شي عيني؟ لا حبيب قلبي سلامتك مهونة يا رب. الله يسلمك خاطري. مع السلامة. صباح الخير استاذ راضي.
اوف اوف اوف، ضو السياره مكسور، مين كسره؟ دخيل عينك لا تاخذني، انا اسف كثير وخجلان منك. انت اللي كسرته؟ غصبا عني، كنت عم دور بسيارتي وعلى ما يبدو ما كبرت كوعي كثير، قمت نكشت لك بضو نكشه صغيره. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. استاذ راضي انا بكرر اسفي مره ثانيه. بسيطه جار بسيطه، ولا يهمك، حصل خير. يعني سامحتني؟ يا سيدي سامحتك، شو بدي ساوي لك أنا؟ علق مشنقتك؟ سامحتك سامحتك بقلبي الكبير. الشغلة مو محرزين حكى فيها. يا عيني عليك شو إنسان شهم، وقلبك أبيض مثل دمعة المطر. خاطرك شاب. الله معك حبيبي، الله معك، مهون إن شاء الله. يا لطيف شو انسلق بدني لما سفقت جوزك على ظهره بالمقشة. عم قلك حسيت الأرض انشقت وبلعت. شو يعني ما كنتي شايفتي؟ ما كنت شايفة حدا قدامي، لأنه هالمغضوب ابني كان عاميلي على قلبي عمي من برادته وفعايله الناقصة. ولا يهمك حبيبتي، بسيطة، حصل خير. بدك الصراحة، أنا لما شفت المقشة طجت بظهر جوزك الأستاذ راضي قلت لحالي رح يهجم علي وياكلني بلا ملح، لأنه مو قليل منه واحد طالع من بيته بأمان الله من على بكرة الصبح يتصبح بمقشة عم تطجله ظهره طج. معك حق، مو قليلة أبداً. بس ريته ما يبلع على هالأكابرية. الله وكيلك بيحط راسه بالأرض مثل الغنمة ولا حكى كلمة واحدة برات الطريق. تعرفي شو قال لي؟ قال لي معلش جارتنا حصل خير، ولا كأنه مسفوق على ظهره بالمقشة. صحيح، لأنه راضي بالعادة مسالم كتير ونادرا ما يعصي. يعني قلتك بيكون الأستاذ راضي زعل مني شي؟ لا ليش لحتى يكون زعل، لا ما زعل. بتعرفي راضي كتير قلبه أبيض وهيك نقي مثل حبات المطر. الله يخلي لك يا، بالفعل قلبه أبيض، والحمد لله وألف الحمد لله أنه أجت المقشة على ظهر جوزك ما أجت على رأس حدا تاني من الجيران. والله كان عمل لي فضايح إلها أول ما إلها آخي. شفتي شفتي قديش حظك حلو، شربي قهوتك شربيها. يخلي لك يا إلهي. أنا سرهاف، ناوليني مخطط الأساسات الرئيسي تبع بناء الشركسية لو سمحتي. ليش مو عندك على الطاولة؟ لا مو عندي، مو امبارح طلبتين مني لحتى تشوفي التعديلات؟ ايه صحيح، تركت لك يا هون. تفضل استاذ. تسلم لي يا عمى، شو هذا؟ رهاف؟ معقول؟ خير استاذ في شي؟ شو خير؟ مو شايفة هالبعة يلي بنص المخطط؟ ايه مبلا شايفتها. منين اجت هالبعة؟ انا اسف كتير استاذ، من بارح لما كنت فارد المخطط على الطاولة اندلق عليه فنجان القهوة. اندلق الفنجان على المخطط؟ يعني ما حريلك تشربي قهوة الا فوق المخطط يا رهاف. لا تأخذني استاذ، فعلا انا اسف كتير. ماشي الحال، مو مشكلة، ما رح اعملها قصة، بس بهالصورة رح اضطر ارسمه من اول وجديد. يلا استاذ تتسلى فيه على مهلك. بتسلى فيه على مهلي؟ ولك تسلمي لقلبي يا حق، شو انك فايقة ورايقة يا رهاف؟ قال بتسلى فيه هو الحق معك ها، لانه انا فاضي اشغال وناقصني شويه تسلاي. على كل حال ايمي من وشي هلا، لانه ما رح اقدر اشتغل فيه الا بعد رجعتي من ايطاليا. صحيح استاذ، انت بدك تسافر على ايطاليا؟ هو المفروض الاحد الجاي، بس والله ما بعرف ليش ما حجزوا لي لحد هلا. وليش هيك مبردين قلبهم؟ المفروض يحجزوا لك قبل بوقت لحتى ما تروح عليك الدوره. ايه والله يا رهف معك حق، لازم يسرعوا الاجراءات اكثر من هيك. طيب ليش ما بتفوت لعند المدير وبتتابع الامور بنفسك؟ فعلا مو انت اللي قلتي، ليش ما تفوت عند المدير؟ اذا حدا سال عني انا عند المدير. حاضر استاذ. ومين قال لك انه نحن مقصرين؟ الحجز خلص مشي حاله، وثبتنا لك يا يوم الاحد الساعه 5 على الطياره السوريه. عظيم كثير استاذ، بس صدقني ما حدا بلغني. شلون ما حدا بلغك؟ مدير الشؤون الإدارية والقانونية ما خبرك؟ خبرني بشو أستاذ؟ الحقيقة يا أستاذ راضي، صار في مستجدات بموضوع البعثة. ما فهمت عليك، مستجدات شو؟ يعني بصراحة نحن بدنا نعتذر منك. عفواً؟ تعتذروا عن شو؟ عن البعثة. والله ما فهمت. يمكن انصطم فهمي. شلون يعني تعتذروا؟ ولا يهمك أستاذ راضي، راح أفهمك. نحن بالمؤسسة يا أستاذ راضي في عنا اعتبارات خاصة وبتعرف هالشي، وفي عنا مقتضيات عامة تعتمد الأولويات، ولحتى نقدر نوازن بين هالاعتبارات الخاصة والمقتضيات العامة بطريقة ما تخل باستراتيجية وسياسة الشركة
نضطر احيانا لاتخاذ بعض الاجراءات والتدابير الفوريه. استاذ بترجاك اعطيني من الاخر، لانه بصراحه انا بضوج كثير من المقدمات الانشائيه. اوكي اوكي مهندس راضي، راح اعطيك من الاخر. يا سيدي بصراحه نحن عفيناك من هالبعثه ورشحنا بدالك الاستاذ مصعب. عفيتوني من البعثه؟ شلون هيك؟ هيك هذا اللي صار. إيه بس انا جهزت حالي وحكيت قدام الناس اني مسافر على ايطاليا وبنيت امال كبيره على هالبعثه، وبصراحه اكثر صرت شوفها بمنامي يا استاذ. بعدين الاستاذ مصعب يعني مع احترامي الشديد له، إيه ماله مهندس ولا بطيخ مبسمر ولا ما يحزنون، يعني الاستاذ مصعب خريج مكتبات ودورة ايطاليا يا استاذ، دورة فنية هندسية بحتة. معلش استاذ معلش، نحن بنعرف هالمعلومات هي، ما في داعي تعيدها وتفتها قدامنا. مثل ما قلت لك، نحن عنا اعتباراتنا الخاصة. يعني ما في مجال تعيدوا النظر بهالقرار استاذ، كرمال خاطري. آسفين كثير يا راضي، ما في مجال منوب، لأنه نحن عنا اعتبارات خاصة. هي استاذ، خلاص. ما في مشكلة. يعطيكم العافية. الله معك. شو آسفين كثير ما آسفين كثير؟ وين بتنصرف هاي؟ ما بعرف، يمكن ببنك الاعتذار العالمي. يعني طارت البعثة؟ اي نعم يا ستي، طارت وما حدا سمع عليها. ألو نعم. أهلين، أهلين وسهلين. نعم. شو هالحكي؟ طار المدير؟ أوف 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 على الخبرية. وإمتى طار؟ ايوه فهمت عليك. وينه هلا؟ بيت خالته؟ كمان؟ العمى معناها القصة كبيرة كتير. وينك؟ الله يرضى عليك، شو بيصير تطورات؟ بالتفصيل بتخبرني اياها وبسرعة. ايوه. ايه ايه ولا يهمك، رح اضل جنب التليفون. ايه. الله معك، مع السلامة. خير شو في؟ طار المدير وهدى بغرفة السجن بعدرا، والدنيا مقلوبة فوقاني تحتاني بالشركة وأنا مدريان كأني على البركة. ليش شو صاير؟ قال التفتيش كامش عملية اختلاس كبيرة عنا بالشركة، هيك قالوا. أوف، منو هذا المختلس بقى؟ قال مبدئياً توقف المدير ومعاونه وأربع موظفين كبار رهن التحقيق، ولسه الحبل على الجرار والقوائم تلي تباعاً. معناها الشغلة كبيرة كتير؟ إيه والله يا ناهدة، هيك يبدو. وأنت؟ شو بني انا حبيبي؟ اوعى يكون في عليك شيء. ها انا ليش شو دخلني انا؟ عم اقول لك قضيه اختلاس بقى. من ايمتى كنت انا مد ايدي على مال الناس واختلس؟ ايه انا اذا مرقت قدامي بنت حلوه ما بختلس النظر. لك لا، بعرفك ما بتختلس، بس ليقوموا يلزقوك شيء تهمه يروحوك فيها. ليش لحتى يلزقوني بقى؟ لانه فاحت الريحه بشركتكم والصالح رح يروح بين رجلين الطالح. لا لا ما بظن. شو هالحكي؟ لا تأمطري لي قلبي، أنا بعيد تماماً عن كل هاللغوصات. يو، مين هو هادي اللي رح يجينا بهالوقت؟ مين يعني؟ أبو حسان الناطور، يمكن ما عجبوه القمصان. مرحبا. أهلا وسهلا. هون بيت المهندس راضي منتاج؟ إيه نعم، هذا هو بيته. حضرتك؟ إيه نعم حضرتي، أنا راضي ملتاج. يا ريت تشرف معنا لو سمحت. لوين بتشرف؟ لوين بده يشرف؟ استاذ راضي انت موقوف، فياريت تشرف معنا وبدون اي شوشرة بيكون افضل. موقوف؟ انا موقوف؟ شو عم تحكي انت؟ اكيد في غلط بالموضوع يا اخ، لانه بيت ملداش كتار الحق بايده. استاذ راضي قلنا لك بدون شوشرة لو سمحت. يا اخي انا مهندس بشركة البناء ومالي مشاكل ابدا، تعدمني يعني تعدموني ان شاء الله. استاذ راضي انت موقوف بقضيه بتخص الشركه، فياريت تشرف معنا. هلا ولا في معي وقت؟ لا ما معك وقت. الله يرضى عليك ناهدة، اتصلي لي بالمحامي خليه يلحقني. المحامي بده يلحقني. لوين؟ شو العنوان؟ تقبرني خلص لا تاكلهم، روح انت وانا بتصل فيه، بعت لي حمى عليك ان شاء الله. طيب بايش بنروح؟ سيارتنا سياره الدوريه. سيارتي مو اقدر لي والله اقدر. لا لانه سيارتي شو هاد الله يهدم عليك اهلكن عليك.
رحتي زرتي اليوم امي؟ اي ماما رحت. وشلون لقيتي؟ ان شاء الله اطمنتي عليه. لا والله ما اطمنت عليه. ليش امي؟ شو في خير؟ لانه راضي معنوياته تعبانه كثير. ليكون يا ناهيدا مخبص له شي تخبيصه ونحن ما لنا حاسين. شبنا امي ما لقيتي غير راضي يخبص. إلا كان ليش لهلا حابسينه؟ هي بالحساب رح يصير له شهر. ما هو هذا اللي رح يجننه، صار له شهر موقف لحد هلا ما سألوه ولا سؤال. فعلا شغله غريبه. ما عرفتي ليش موقف لهلا؟ قال مشان قضيه الاختلاس اللي صارت بالشركه. يعني هو له يد فيها؟ منين يا حسره؟ لا له ايد ولا له رجل. بعدين شبنا امي؟ انت ما بتعرفي لراضي؟ راضي بيمشي الحيط الحيط وبيقول يا ربي السترة. لا تأخذيني يا امي، يعني والله هالشغله بتخلي الواحد يروح فكره شمال ويمين. طيب طالما ما له يد فيها، ليش موقفينه لهلا؟ قال لانه لسه ما اجى دوره بالتحقيق. القضيه كبيره كثير وموقف فيها شي 15 موظف. لا حول ولا قوه الا بالله. منين اجتكم هالمصيبه؟ ما بعرف. والله خايفه ورطوه شي ورطه او يلزقوه شي تهمه ماله فيها. لا انت الثانيه مو لهالدرجه. يلي بقصده امي انه راضي ماله ولد صغير وبيقدر ينفذ حاله من هالقصه ويطلع منها مثل الشعره من العجين. يا حسرتي عليك يا راضي، ما بكفي انه طارت باسة ايطاليا، كمان انلحش بالسجن. انا ما عم بفهم ليش هيك عم تعكسوا الايام. ادخل. تفضل تفضل. شكرا يا سيدي. شرب مي برياك شوي. الله يعزك يا سيدي. يسلموا ديادك يا سيدي. اهلين. ايه سيد راضي من اولها؟ مروا سيدي انا جاهز. بدنا اياك تكون متعاون معنا بالتحقيق، يعني ما تخفي ولا معلومه، فهمان شو عم بقلك؟ انت شاب مثقف وفهمان وبالنهايه بتعرف صالحك. انا جاهز يا سيدي، بس بصراحه لحد هلا ما عرفت شو تهمتي. شو تهمتي انا سيدي؟ شو هالحكي؟ لهلا ما بتعرف شو تهمتك؟ سم الموت يا سيدي، الله لا يعرفني بحكمي اذا كنت بعرف، والله ما بعرف. راضي ملتاش، راضي ملتاش، راضي ملتاش. هي راضي ملتاش مكتوب جنب اسمك هون 3,168,450 ليرة. عفوا شو هدول سيدنا؟ شو هدول؟ عم تغشم حالك يعني؟ هذا المبلغ اللي مختلسه. أنا مختلس 3,000,000 سيدي. 3,168,450 ليرة. والغريب بالموضوع انه ما في معلومات لا ضدك ولا معك بهالادبار، يعني ادبارتك فاضي. عفوا يا سيدنا، بس ممكن اعرف منين اجى هالرقم؟ يعني بناء على شو عم تتهموني هالاتهام؟ بدك الصراحة كمان انا مستغرب مثلك. قلي لي شوف قديه صار لك موقف عنا؟ شهر واربعة ايام يا سيدي. بسيطة بسيطة. الو الو. احترامي سيدي. طبعا طبعا شغالين فيها القضية سيدي. وبالنسبة للمهندس راضي ملتاش، اسمه مكتوب عندي وجنب اسمه في رقم المبلغ اللي مختلسه، بس نتيجة التحقيق والتدقيق ما طلع بإدبارته ولا معلومة. ممكن تكون سيدي يعني الإدبارة ناقصة. معكم سيدي. ايوه سيدي. معقول سيدي؟ ما في شيء ابدا؟ كيف صار هيك؟ طيب طيب سيدي. لا بس هو صار له موقوف عنا شهر واربع ايام. طيب 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 انا راح اتصرف بالموضوع. مع السلامه. احترامي سيدي، مع السلامه. فعلا شيء غريب. شو هاد؟ في حرف ممحين جنب اسمك. عفوا قديش رقم تليفونك؟ 368,450 سيدي. هي بينت الخربطة، نفس الرقم تمام. عفوا سيدي ما فهمت عليكم. استاذ راضي الرقم مكتوب جنب اسمك هو رقم تليفونك، ونحن فكرناه المبلغ اللي انت مختلسه. ايه وشو يعني؟ يعني الف مبروك، ما طلع عليك شيء ابدا، انت براء.
براءة؟ وال 34 يوم يلي التحشت فيهم بالسجن يا سيدي؟ نحن آسفين يا أستاذ، وأنت مثل ما أنك شايف هذا خطأ بسيط، دخيلك لا تواخذنا، وأنت مثل ما بتعرف إنه هيك قضية بيحصل فيها أخطاء كتير، وما حدا معصوم عن الخطأ إلا الأنبياء، وأنت ما شاء الله حولك يعني شاب مثقف وأكيد رح تقدر الموضوع، بس فظاع على النفي، رقم تليفون خلانا نوقفك بلا طعمه. شايف على النفي؟ شايف ما أحلاها؟ أستاذ بإمكانك هلأ تروح على بيتك، لحنا أطلقنا سراحك، وأنا بكرر اعتذاري وأسفي الشديدين مرة تانية. لا بسيطة يا سيدي، حصل خير، مو مشكلة، أنا طول عمري يا سيدي متسامح جدا، وقلبي أبيض مثل نقطة المطر. على كل حال كسبنا معرفتك. أنا يلي تشرفت بمعرفتكم، فرصة سعيدة كتير يا سيدي. يا أهلي وسهلين، بزورنا ها، لا تغلط. لا ما بغلط إن شاء الله، بزوركم. إن شاء الله بزوركم. تفضل حبيبي. يسلم وديات إن شاء الله. صحتين وهنا. هي بعت لي حمى لدعت لسانك، ما سخنة عليها سخنة. لا 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 مو لدعت لساني، بس ما بعرف طالع لي حبة صغيرة براس لساني تحرقني كتير كل ما بشرب شي سخن. من امتى طلعت لك الحبة؟ من وقت ما كنت موقوف من غير اليوم. لا يا راضي الله يصلحك، ليش ساكت لهلأ؟ ما تورجي لشي دكتور؟ معك حق، فعلا ما عاد ينسكت عنها أبدا، من بكرة لازم شوف دكتور. مد لسانك لشوف. ضبط لسانك. من امتى طلعت لك الحبة؟ يعني بدك تقول من شي 20 يوم تقريبا. وليش ساكت عليها لهلأ؟ الحقيقة أنا لما كنت ببعثة بإيطاليا. ليش ما رجعت طبيبك هنيك؟ قلت أخصائيين أورام بإيطاليا؟ نعم أورام. أستاذ راضي أنا رح أستعمل معك الصراحة على الطريقة الأمريكية، والمصارحة بين المريض وطبيبه صارت واجبة هالأيام. ليش؟ خير في شيء دكتور؟ أنت معك ورم بلسانك. ورم بلساني؟ إيه نعم، وفي احتمال 95% يكون هذا الورم خبيث. شو هالحكي؟ ورم خبيث؟ معلش أستاذ راضي، أنا من مدرسة الأطباء اللي ما بيحبوا يخفوا شيء عن مريضهم، يعني المريض لازم يعرف حقيقة مرضه لحتى يعرف يتصرف على أساسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب شو الحل دكتور؟ ما في علاج لهالحالة؟ أنا برأيي نستأصل هذا الورم الصغير قبل ما ينتشر ويصير كبير، يعني ويخرج عن نطاق السيطرة. شو؟ شو بدنا نستأصل؟ شقفة من لسانك. بدك تقص لي لساني؟ مو كله، شقفة صغيرة بس. بس دكتور لسان هذا، لك لسان مو أي شيء تاني، مو مسخرة، يعني أي شقفة بتنقص منه بجوز تأثر على نطقي دكتور. هو بصراحة أنا ما بخفيك، النطق ممكن إنه يتأثر، ولكن تحت ضغط مصلحتك لابد من عمل جراحي، وإلا رح ينتشر المرض بكل حلقك، ساعتها أنت المسؤول عن هذا الشيء. إمتى بتحب حدد لك موعد العملية؟ والله يا دكتور ما بعرف حدد. لازم تعرف. أصبح حدد أنت دكتور، حدد. الثولي الثاني يا ناهدة، سفتي شو عملوا فيه؟ ما عاد طلع معي حس السين ولا بسكل من الأسكال. بكرة كل الناس بالسارع بتصير تتمسخر علي. طول بالك حبيبي، طول بالك، بعدين قول الحمد لله يلي هيك مو أكتر. لسو كان بده يصير أكتر من هيك؟ يعني يقصوا لي لساني كله؟ هات يلي كان ناقص والله. لك لا حبيبي مو هيك قصدي. خلاص حافي بقى يا حافي، عرفت شو قصدك. على كل حال أنا بدي روح شوف الدكتور هلأ. بدك تسي مني؟ اليوم رح تطلع نتيجة التحليل؟ اليوم رح استلم النتيجة، وبعدين منها بدي روح رافع الدكتور. رايح البس ثيابي، يلا سلام. تفضل استاذ راضي، هاي النتيجة. طمنيني الدكتورة ثوثان، شو طلعت النتيجة؟ الحقيقة أنا مستغربة شوي. وليش مستغربة دكتورة ثوثان؟ يعني أول شيء نتيجة التحليل سلبية تماما. سلبية؟ شلون سلبية؟ تاني شيء هو الأهم، إنه ما في أي ورم بلسانك من أصله، لا سليم ولا خبيث.
لا سليم ولا خبيث. شو كان معي لك؟ يلي كان معك استاذ راضي نوع من الفطور، يعني كان ممكن يتعالج بالأدوية وما كان في داعي أبدا للعملية. شو هالحكي دكتورة سوسان؟ يعني كان ممكن طيب بدون ما يقصوا لي لساني؟ بدون ما يقصوا؟ على كل نتيجة التحليل بتأكد هالشي. فظاعة على هالغلطة. أنا أول مرة بحياتي بتعرض فيها لهيك موقف. الحقيقة أنا ما كنت متوقع هيك نتيجة أبدا. شو يعني؟ يعني كلام الدكتورة سوسن بوراي مظبوط، صار في معنى خطأ بالتشخيص. بقى دخيل عينك يا أستاذ راضي، لا تأخذني، أنا آسف كثير. آسف كثير؟ لك شو فائدة الأسف بعد ما نقص لساني؟ وين بينصرف هذا الأسف تبعك؟ يا أستاذ راضي مساح وشك بالرحمن، يعني الدكتور كمان إنسان وبيغلط، وأنا بجلالة قدري عم اعتذر منك وأطلب السماح. ولك حازي اعتذارات بقى حازي يا. شو يعني إذا كنت أنا متسامح وقلبي أبيض بتركبوا على ظهري؟ لسه وين ما رحت آسفين؟ الزارة سفقتني بالمقسة آسفين، المهندسة سفحت القهوة على الرسم الهندسي تبعي آسفين، سحبوا مني البعثة آسفين، حبسوني بالسجن سهر زمان من دون ما يسألوني سؤال واحد آسفين، قصيتولي نص لساني آسفين، وبعدين بقى وبعدين شو آخرة الأسف هاد؟ شو آخرة الأسف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الذكر زغلي آسفين بسيطة بالسبب سوات يا عزوم سوات. العمى في قلبك العمى، لكن تحمله لا ولك شو ضربك على خربك ولا ها؟ آسف يا سيدي آسف، قلنا لك آسف يا سيدي. أنا آسف 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 كثير. أنا من زمان حابب أسألك سؤال بس بتمنى تجاوبني عليه بصراحة الأخ والصديق، مو جواب دبلوماسي. ليش لهالدرجة سؤالك حساس؟ مو مسألة حساس، المسألة ملاحظ أنا أنه أنت زودتها كتير. ها أوف، وبشو زودتها بقى؟ يلي بقصده أنت لأيمتى بدك تضل مضرب عن الزواج؟ يعني لا تأخذني بهالكلمة، أنت كبرت كتير بالعمر، يعني ختيرت، وأنا خايف عليك تكسد وما تلاقي بنت الحلال اللي ترضى فيك وتقعد بالبيت مثل العانس البايرة. يا سيدي بالناقص، يعني فكرك كتير منتفخ دودي على هالشغلة؟ بعدين انت ليش حامل همي كل هالقد؟ ولك يا خليل انا عم بحكي من شان مصلحتك، من شان تتجوز وتنضب. انضب؟ اشو شايفني فلتان بالشوارع؟ مو هاد الاصل، بس الزواج له منافع كتيرة. هلأ ما بدي افهم ليش بدك تورطني؟ يعني ضروري اذا تورطت انت اتورط مثلك؟ اصلا لا غرابة في الموضوع، هيك طبعكم انتم عشر متجوزين بتغاروا من العزابية وحريتهم الزايدة وحياتهم الهنية، اما انتم يا حرام اذا بدكم تطلعوا مشوار مع رفيقكم بتوقفوا مثل التلميذ المهذب قدام نسوانكم. روحي بتسمحي لي روح مشوار مع رفيقي؟ ما بطول والله ما بطول، بكره فنجان القهوة وبنحكي كلمتين وبيجي رتيد على البيت. بتقوم هي بتنفلت مثل الأباوي، لا حبيبي لا ما في لا روحة ولا جاية، ما أحلاك والله قاعد عم تتكركر مع رفيقك وتاركني وحدي بين أربع حيطان، عود ما في طلعة، سعرك بسعري. هلأ هيك النسوان بتعمل مع رجالة؟ طبعاً، ليش رفيقنا ماجد مو هيك مرته بتعمل معه؟ إيه بجوز، بس مو معناته هالشي إنه كل النسوان هيك. رح أعطيك مثل، أنا مرتي. ولك حبيبي هلأ أنت شو بدك مني؟ فهمني اللي بالمختصر حتى جاوبك. أنا بدي منك تتجوز وتستقر وتبني أسرة. يعني كأنك عم تقلي بدي منك تتخوزق وتتشنطط وتتأسف على الساعة اللي فتت فيها على القفص. سامع؟ على القفص، الناس سموا الجواز قفص. إيه صحيح، بس اسمه قفص ذهبي. إن شاء الله يكون ذهبي ولا ألماسي ولا بلاتيني، اسمه قفص.
يعني شو بتفرق مع السجين إذا كانت الكلبشات بإيديه ورجليه مصنوعة من الفضة ولا من النحاس ولا من الحديد؟ أو شو بتفرق مع المتهم إذا المخابرات عم ترفع فلقة بأجود أنواع الخيزرانات؟ لك هلا أنت ليش عم تشعب الموضوع؟ خلينا بقصة الزواج ولا تتهرب من المسؤولية. خليك رجال. ولو يا ناصح أنا سيد رجال، بس ما بعرف، بالإضافة لكل ما ذكرت ما في شيء عم يعبي مخي، منوب منوب منوب. هلا كل هالبنات يلي حولنا وحوالينا ما في ولا وحدة عبت مخها؟ إيش بدي ساوي؟ هذا هو الواقع. طيب ممكن تقلي شو هالمواصفات الاستثنائية يلي طالبة ببنت الحلال وما عم بتلاقيها؟ ما في لا مواصفات استثنائية ولا شيء، بس التيب يلي عم دور عليه ما عم لاقيه هون، ما عم بجتمع فيه ولا بشكل. كيف يعني؟ لك يا حبيبي، مثل ما بتعرف انت انا درست ببلاد برا بأوروبا وقضيت هنيك اكثر من 10 سنين، وما بخفيك انه افكاري تطورت وصارت غربية، يعني تعودت على الحرية، على الصراحة، على الانفتاح، على التفكير العلمي، على السلوك المنطقي. وللأسف كل البنات والنسوان يلي عم نشوفها هون عبارة عن بؤر من التخلف وكتل متحركة من الجهل والسذاجة والسطحية. أي لا، مو لهالدرجة أنت التاني، هلأ كل بنات البلد هيك؟ مو الكل، أكيد مو الكل، أنا عم بحكي عن النماذج اللي شفتها وتعاملت معها. أما البنات الأجنبيات لك تسلم لعينهم تسلم، أكره عليهم الكذب واللوفكة وروح قلبهم الصراحة والاستقامة والحرية والأمانة. ولك صادقين صادقين، حتى ولو الصدق بده يوقعهم بورطات بيصدقوا. طالما أفكارك متطرفة لهالدرجة، ليش ما تجوزت وحدة أجنبية؟ إيه أنا بعرف، أصلاً هي أكبر غلطة ارتكبتها بحياتي. إيه الله يرحم أيامك يا باولا ويوجه لك الخير يا حبيبتي. مين هاي باولا؟ بنت تعرفت عليها هنيك. بس شو بنت يا ناصح، بتاخد ضمانات العقل، لك مكملة مكملة من جميعه. الله وكيلك حبينا بعضنا أكثر من 3 سنين ونحن مثل السمنة على العسل، ولما جينا نتجوز أهلي هون طار صوابهم وعندوا وما كانوا يقبلوا الفكرة ولا بشكل. وأبي الله يرحمه ترابه أفعت معه فرت أفيعه وقال لي قسما بالله يا خليل إذا بتجيب معك وحدة فرنجية لا أنت ابني ولا أنا بعرفك. قلت له بابا بس باولا بتختلف عن ال... قال لي بلا باولا بلا ضراب السخن، وسبب. أي والله سبب سبب لباولا، قال لي ضربة تمصع رقبتها مصر. طيب يعني إذا ما زبطت زواجتك من باولا ضروري تضرب عن الزواج إلى الأبد؟ أنا مالي مضرب عن الزواج، بس لاقي لي وحدة مثل باولا لحتى أتجوزها فورا. يا سيدي موجودة. شو هالحكي؟ عن جد عم تحكي يا ناصح؟ وحياتك عن جد. ومين وهي بقى؟ كونداليزا. ومين وهي كونداليزا؟ ليكون كونداليزا رايس. لك مين جاب سيرة كونداليزا رايس؟ أنا عم بحكي عن كونداليزا اللي بتشتغل مستشارة عنا بالدائرة الفنية. ايه صحيح، لمحتها مرتين ثلاثة، بس ما في معرفة بيني وبينها. يا سيدي هي حفر وتنزيل إلها، لأنه أولا أجنبية وأمريكية، يعني ستايل غربي 100%، وصار لها 5 سنين بالبلد، يعني تعودت على مجتمعنا وتأقلمت معه، وما بتصور إطلاقا تعذبك بشي. والله الفكرة معقولة يا ناصح؟ لك شلون ما خطرت على بالي؟ لا وغير هي البنت ما بها شيها، يعني حلوة على هوا ما لاحظت، وبتصور والله أعلم إنه هالنماذج هاي تشتغل معي تشتغل. بس يا ترى هي تقبل فيني يا ترى؟ وليش لحتى ما تقبل؟ أنت ترك الشغلة علي وما علي، أصلاً هي حابة تتجوز واحد منهم. كونداليزا هيك قالت لك؟ إيه نعم. طيب شو السبب؟ ليش بدها تتجوز واحد شرقي؟ لك أخي هي بنت مثقفة وعقلها كبير كتير، والأجانب تفكيرهم غير تفكيرنا، هيك يمكن بدها تتجوز واحد شرقي؟ لأنه نحن فجعانين نسوان وهيك؟ لك لا، بس هي بدها تتجوز واحد شرقي من شان التقاء الشرق مع الغرب وتدعيم حوار الحضارات. شايف 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 على هالأفكار العظيمة يا ناصح؟ ولك أجنبية هي حبيبي، أجنبية مو شرقية، هات إيدك والحقني. هاي العقلية اللي عم دور عليها أنا وما كنت لاقيها، هاي بقى إيدي بزنارك يا ناصح، إيدي على راسك. شفت لي شي وحدة من بلدنا بتحكي بحوار الحضارات أو بتنادي بالعولمة؟ بالعكس كلهم أخذين الشغلة هيلمة. لك هو في كتير بس أنت ما عم تشوف.
كونداليزا, it is not very difficult to learn perfect Arabic. Yes. One must have confidence and not be afraid. شو بتمر أستاذ؟ شو في عندك شي بارد؟ في عنا عصير فريش, بردقان, ليمون, تفاح. شو هجوهان؟ بدي سوفت درينك فاخر. مثل شو أستاذ؟ يعني ما عندكم جامايكا, بلادي ميري, تيكيلا, زنجارا, جنفيز؟ موجود أستاذ, كله موجود, بس بدون كحول. ها؟ حاضر أستاذ. أصبح جيب لنا اثنين جامايكا لو سمحت. على عيني أستاذ. تمرش تاني؟ لا لا لا, سلامتك. بقى شو كنا عم نقول؟ أيوة, الحقيقة أنا يا ميس كونداليزا من الناس المؤمنين بضرورة لقاء وتلاقي الحضارات, meeting together, ومن أشد الدعاة للحوار بين الشرق والغرب, dialogue between east and west. ريلي خليل؟ Of course. ومو بس هيك, أنا عندي نظرية متكاملة, integrated theory, حول ردم الهوة بين دول الشمال المتحضر developed northern nations وبين دول الجنوب المتخلف undeveloped rudimentary southern nations. أو مستر خليل, أفكارك very important. الله يخليكي. هو بصراحة راح تكوني very surprised لما بتتعرفي علي أكثر. I'm sure. عندي إحساس بهالشي, وما بعرف ليش أول ما شفتك حسيت إنك very different عن كل البيبول يلي عرفتهم. كونداليزا, I have the same feeling. You are the person who I need. Believe me. كونداليزا, I would like, I wish, I hope. كونداليزا تتجوزيني؟ طمني, شو كان جوابها؟ قال بدها فرصة حتى تفكر بالموضوع. يعني إمتى ممكن ترد لك جواب؟ يعني شغلت كم يوم مو أكتر. يعني ممكن توافق ولا لا؟ لك طبعا أكيد رح توافق, والوضع شبه منتهي. طالما الموضوع منتهي ليش أخذت فرصة لكام؟ ولك أخي في أمور بتشترك فيها كل نساء العالم, بالشرق والغرب والشمال والجنوب, حركات نسوان يعني. إذا كان هيك معلش. شو كونداليزا؟ طمنيني, فكرتي بالموضوع؟ Of course. وشو النتيجة؟ It's okay. Okay؟ يا سلام عليك يا كونداليزا, هذا أحلى خبر بسمعه بحياتي. قومي لقلك, قومي. لوين؟ بدنا نشتري المحابس. محابس؟ شو هاي المحابس؟ قصدي خواتم الخطبة. Now؟ إيه now؟ هاي الشغلة بالذات مو لازم تتأجل أبداً كونداليزا. يلا يلا قومي لقلك, قومي, لأنه في عنا مثل عربي بيقول دق الحديد وهو حامي. ما فهمتي ما هيك؟ يعني شو بدي لك الإنجليزي؟ Strike the iron while it's hot. أوكي, as you like. قومي لقلك, قومي. معقولة ما رح تعملوا عرس؟ شو عرس ومرس انت تاني؟ انا وكونداليزا ما منآمن بهالطقوس ابدا. يعني باختصار رح نعمل بارتي صغير للاصدقاء وخلصت القصة. يا سيدي الله يوفق, بس امتى العرس؟ عفوا عفوا, امتى البارتي؟ على الاغلب يوم الخميس الجاي. على كل حال منبلغك قبل بوقت. ورح يجي معازيم من طرف العروس؟ لك فظاعة, شو تفكيرك متخلف ومعد. ولك حبيبي بالغرب ما بيدققوا على هيك شغلات. أجنبية هي أجنبية, بقى شو مداعي من طرفنا ومداعي من طرفه؟ شو وين عايش انت؟ طول بالك علي, كمان في نقود ولا ما في؟ والله يلي بيحب يجيب كادو صغير ما رح نقله لا. الشغلة مبادرة فردية بحتة. بدك الصراحة أبو الخل, انت غربي بشغلات وشرقي بشغلات, يعني على هوا السوق بتسوق. ومنين استنتجت هالاستنتاج؟ أخي انت بالذات ما بدنا منك هدية, مسامح. بس وينها؟ مو لسواد عيونك عم قلك على الحكي؟ من شان شو لك؟ بس لأنك عرفتني على كونداليزا. صباح الخير كونداليزا. صباح النور. انت فقتي؟ انا فقت بكير مشان اعمل قهوه. ايه شو عليه, مو غلط. شو وين قهوتي؟ ليش بدك قهوة؟
طبعا بدي، شو ناقصني حتى ما اشرب قهوه حبيبتي؟ اصبح روح جيب فنجان وصب لحالك قبل ما تبرد دولي. انا بدي جيب فنجان؟ يس واي نوت. ايوه الحق معك واي نوت. Oh no, impossible! I can't believe. لك شو بك كونداليزا؟ شو صار لي؟ أنت بتعرف شو عملت يا مجنون؟ شو عملت يعني؟ قطعت الإشارة وهي حمراء. بس هاي مخالفة. لا تخافي، ما كان في بوليس واقف. بعدين الطريق فاضي. صحيح ما في بوليس، بس لازم يكون في ضمير. ببلادنا نحنا ما في هالشيء أبداً. الضمير فوق كل شيء. شو قصدك؟ يعني أنا ما عندي ضمير؟ خليل. أنت عملت جريمة بحق النظام والمجتمع. أنا عملت جريمة؟ خليل، أنت لازم تسلم نفسك فوراً. سلم نفسي؟ لمين بقى؟ للشرطة، للبوليس. ليش شو عملت حتى سلم نفسي للبوليس؟ قتلت قتيل لا سمح الله؟ ليش بس الجريمة بالقتل؟ مخالفة النظام تعتبر جريمة بحق القانون، شو ما كانت هي المخالفة؟ وتصرفك هاد بدل على انك بيرسون متخلف ومستهتر وهمشي. ببلادنا نحن ما في هالشي ابدا. لا خلص بقى كوندريزا، حاجه بقى فرطيه. شو هي فرطيه كمان؟ يعني طنشي. شو يعني طنشي؟ يعني سكري على هالموضوع، وما في داعي نعمل سرعه مشان اشاره قطعناها. شوف خليل، يا اما بتسلم نفسك وبتقترف فورا، يا اما ما رح تشوف شي مره تانية. شي اما هي سمعه، معقول جد انت عم تحكي كونداليزا؟ وقف وقف، نزلني هون لو سمحت. هون بدك تنزلي؟ ايه هون، عامل لك وقف احسن ما افتح الباب وانزل دغري هون. خلاص خلاص ولا يهمك. وهي وقفت يا ستي. ها شوف خليل، اذا ما رحت وسلمت نفسك للبوليس فورا لا ترجع على البيت. شو أمرت أخي؟ جاي أسلم حالي. تسلم حالك؟ ليش أنت عامل شي جريمة؟ لا أبداً. إلك اسم عنا؟ لا ما في شي من هان. جاي لعنا مشان تعترف بشي؟ إيه نعم. أعطيني هويتك لو سمحت. تفضل سيدي، هاي الهوية. إيه إلي يا خليل، أنت شو عامل؟ الحقيقة يا سيدي أنا ارتكبت جريمة كبيرة بحق النظام والمجتمع. يا ساتر يا رب، احكي بسرعة يا أخ الله يرضى عليك. شو عامل أنت؟ بصراحة خالفت الإشارة. نعم خالفت الإشارة؟ كانت الإشارة حمراء وكنت واقف بسيارتي، وفجأة وما بعرف شلون استيقظت عندي نوازع الشر، وقررت إرمي بكل الأنظمة والقوانين ورا ظهري ومشيت بالسيارة والإشارة لساتها حمراء. لك شو جاي عم تسلبها علينا أنت؟ لا ولو يا سيدي، محشوم ليش لحتى أسلبها؟ عم تحكي جد؟ طبعا جد. خود خود هويتك وانصرف من هون قبل ما احبسك بتهمة ازعاج السلطات. تفضل ولا ترجيني وشك مرة تانية. تفضل لبرا. يعني ما رح تخالفوني؟ قلت لك روح من هون وخلصنا، مالي فاضيلك العمى على الخيلة. مثل ما بدك، انا عملت يلي علي وريحت ضميري عن اذنك. العمى شو هالناس هي؟ هذا اللي كان ناقص والله. يلا يلا خليل دخلنا. يلا يلا جاهز. ليش القطاط هلا؟ هلا وقت القطاط. هاتيها لشوف، هاتيها. روحي بيك بس بس يلعن يلي. روح. نو 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 امبوسيبل. وليش بقى؟ انت متخلف خليل، انت همجي. انا همجي؟ ليش هيك عم تقولي؟ انت شلون بتعمل هيك؟ هي مخلوق ضعيف وله حقوق، ما لازم ابدا نعاملها بقسوة. ببلدنا احنا ما في هيك شيء ابدا. لك يا عيني يا كونداليزا، القطاطي اللي عنا غير القطاطي اللي عندكم. القطاطي العربيات جئرين كتير، عينهم قوية وبيطلسوا وما بيتحركوا من محلهم، لذلك الأولاد بيحاجرون. وما في قطة بالشارع سليمة 100%. بتلاقي الوحدة منهم يا محروق دنبة، يا مشرومة شفتها، يا مقطوعة أدنى. بقى إذا عطيتيهم وش بينجلقوا. خليل أنت لازم تسلم حالك فورا. لمين بدي سلم حالي؟ للبوليس. للبوليس؟
ليش بتعرفي إذا رحت على المخفر وقلت لهم إني ضربت قطة شو بيعملوا فيني؟ شو بيأملوا يعني؟ بيحولوني على مستشفى المجانين فوراً. بقى أمشي خلصيني، أمشي كونداليزا، بر مشاكل عند الصباح، عنا أشغال، الله يرضى عليكي. نو 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 نو، أنا قلبي كتير وجعني على القطة. صحيح أنت ما ضربتها بس عاملتها بعنف. معلش خليل، أنا راجعة على البيت. لك وين رايحة؟ والجماعة اللي وعدناهم؟ روح لحالك، أنا مستحيل روح مع واحد متوحش مثلك. يا لطيف يا لطيف، شو بتحب العنف؟ متوحش وبتحب العنف؟ العمى؟ معقول؟ شو هالحكي اللي عم تحكي أنت؟ الله وكيلك صرصور بالبيت ما عم استرجي اقتل، نملة ما عم احسن ادعاس، ناموسة ما بقدر افعاس، ولك دبانة دبانة شو قيمة الدبانة؟ ما عم اقدر كش عن وشي. اوف 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 اوف، لك العمل لهالدرجة؟ واكتر بكتير. اسمع لقلك، تقطيع الشارع لازم يتم من ممر المشاة، الاشارة الحمراء ممنوع تجاوزها ولا بشكل، حيوان أليف ما بصير انعره أو اضربه وإلا بصير بنظرة عديم الضمير والحساسية، للزيارات كلها على المواعيد، شغل البيت بالنص بيني وبينها. قال شو؟ طالما أنا عم اشتغل وهي عم تشتغل معناها لازم نتقاسم شغل البيت سوا، وما حدا أحسن من حدا. عم قلك مخلوقة حساسة وعاطفية ونظامية من الطراز الأول، وروح قلبها المساواة. إيه معلش حبيبي، هاي ضريبة الحضارة، وطالما ستايلك غربي لازم تتعود على هيك نمط من الحياة. أصلاً لما قلت لك اتجوز وحدة شرقية صرت تتفقس علي. صحيح، بس بتعرف يا ناصح، إذا الواحد فكر بهالأمور بشوية موضوعية وحياد بيكتشف بالنتيجة إنه كونداليزا معها حق. ها، وشلون زبطت معك هاي؟ يعني شي حضاري كتير الواحد يحترم الأنظمة والقوانين بهالطريقة هاي، وسلوك كونداليزا بدل على وعي متقدم وتطور اجتماعي عالي جدا، والمفروض كل شعبنا يتصرف بهالطريقة. بس المصيبة انه نحن متعودين على هالشي. انت اللي متعود، نحن ما نا مضطرين ابدا. يعني مثلا لما كونداليزا بتزعل وبتنقهر من قلبها لانها شافت لحام لاحق كلب وعم يخلصوا من تمه شقفة اللحمة يلي خطف له اياها من دكانته، فعلى شو هالشي بدل برأيك؟ ما بعرف على شو بدل. يا سيدي بدل على انها انسانه حساسه وراقيه وعندها شفافيه عاليه وفيض كبير من المشاعر الانسانيه الدفاقه. يا اخي شو بدنا بالحكي؟ يعني ولو كنت مختلف انا وياها بالراي، بس بالغرب قطعوا اشواط كبيره بهالمضمار هاد. بجوز، بس مو بكل شيء. شو قصدك؟ يعني بيزعلوا على قطه عم تنضرب بالشارع، على كلب عم يضربوا صاحبه، بس ما بينهزلن جفن على صورة الدمار والخراب يلي عم نشوفها كل يوم. بأمانك شايف انه المعادلة ناقصة شوي. هو بهي معك حق، فعلا المعادلة ناقصة. قالوا نعم. نعم نعم، انا خليل. نعم خليل ابو نعرة. مين؟ مخفر الشرطة؟ بدكن يعني فورا؟ خير ان شاء الله. لا بس شوفي شو هالحكي، بيتي انسرق؟ طيب جاي فورا مسافة الطريق. يا سيدي هالمبلغ اللي ببيتي مو ملكي، هدول رواتب موظفين شركة النفط وكلهم أجانب، بينخرب بيتي إذا ما رجعت المبلغ لأصحابه. هالمبلغ أماني عندي يا سيدي. الحقيقة يا سيد خليل حظك قوي كتير، لأنه قدرنا نكمش الفاعل بهالسرعة. طيب أنتو شلون عرفتوا وكيف كمشتوا الفاعل فورا؟ هدي حالك شوي يا أستاذ خليل وأنا رح فهمك كل شي. يلي انسرق لك من البيت كمية من الذهب ومبلغ كاش مليون دولار وشوية أغراض ثمينة، يعني مثل العادة ما خف حمله وغلي تمنه. والفاعل طبعا كان ناوي يهرب برات البلد، بس لسوء حظه رجال المطار شكوا فيه، ولما فتشوا الشنطة لقوا معه كل الشغلات هي، وبنتيجة التحقيق اعترف بالسرقة وسلمنا المسؤولات. فعلا شغلة غريبة يا سيدي، مثل أفلام السينما بفرد شكل. بس السؤال،
شلون فات على البيت؟ مو بعز نهار كمان؟ شو هالجرأة هاي؟ إذا بتحب تسألوا السؤال بنفسك أنا ما عندي مانع. يعني الحرامي موجود عندكم هلا؟ إي نعم. يا مساعد جميل، دخل الحرامي. بعرفك على الحرامي اللي سرقك يا أستاذ خليل. كوندليزا؟ مرحبا استاذ نادين. اهلا وسهلا. جيت بوقتك، بدي اياك تحكي لي عن روح يا عمي، روح تيسر، روح الله معك. احكي لي عن صباح الخير ابو جمعه. اهلين استاذ نادين، يسعد صباحك. بعت لي الاغراض على البيت؟ لا توصي حريص، هلا بيكونوا بالبيت. بارك الله فيك، لكن اعطيني شيء قلم ناشف الله يرضى عليك. تكرم عينك، ازرق ولا اسود استاذ؟ لا اسود. من ايمتى كنت اكتب الازرق انا؟ تفضل استاذ، هذا القلم من نوعيه جيده، يعني بيكتب لحاله. قديش حقه هذا؟ ولا يهمك، رح نضيفه على حساب استاذ. ماشي، على كل حال انا بهاليومين بس اقبض تعويض استكتابي بالجريده بجيب حاسبك. الله يسامحك يا استاذ نادر، ليش مين عم يطالبك؟ المحل محلك، انت حمل وامشي. شكرا ابو جمعه، ولو اني ما بحب دينتي تطول كتير. يا عيني عليك يا استاذ نادر، يا ريت كل الزباين مثلك. سعيد ذكرت، انا من زمان كنت بدي فاتحك بموضوع بس ما كان يصير لي فرصه. خير، شو هالموضوع بقى؟ عم بقول لحالي طالما حضرتك صحفي بتكتب باربع خمس جرايد، يا ريت تدير بالك علينا شوي. كيف يعني؟ ما فهمت عليك. الله وكيلك يا استاذ، المحافظه دبحتنا دبح، يعني ما منحط غرض على هالرصيف الا بيسلخونا مخالفه اشغال ارصفه. يعني بدك مني اكتب عن المحافظه؟ اذا ما بصير سئله. عدم المؤاخذه يا ابو جمعه، هذا مو اختصاصي. عفوا، يعني حضرتك شو مو اختصاصك؟ ليش حضرتك مو صحفي؟ بلا صحفي، لكن بيع درة. بس لمعلوماتك الصحافة اختصاصات، شي بيكتب بالسياسة، شي بالفن، شي بالرياضة، شي بالخدمات، وهلوم مجرة. أيوة هلا فهمت عليك، بس يعني ولو كترت غلبة، شو اختصاص حضرتك؟ أنا بكتب مرثيات. شو هاد؟ مرثيات؟ شو بيظهر أنت مو قاريلي ولا مرة؟ لا بلا قاريلك استاذ، قاريلك، شلون مالي قاريلك؟ بس يعني ما كنت دقق كتير. أصبح بس تدقق منيح بتعرف شو اختصاصي. يلا بخاطرك، مع السلامة. أهلين استاذ، شرفت. ألو، مرحبا مجمعة، طمنيني وصلوا الأغراض؟ حلو، شو طابخ اليوم؟ ماشي، صحيح ذكرتيني، باعتبارك يعني مثقفة واخدة بكالوريا بدي أسألك سؤال. شو يعني مرثيات؟ لك مرثيات، لك بالثاء مو بالسين. لا ما سمعتها بالراديو، واحد زبون قال لي اياها. انت بكالوريتك علمي، يعني ما بتاخذوا هيك شغلات. اي بسيطه، ماشي يلا مع السلامه، الله معك هلا. اف شو يعني مرثيات؟ ولا يهمك استاذ، هلا ببعث لك القمصان مع الصانع الجديد. يعني خالصين؟ طبعا خالصين، بس ما حلوه تحملها حضرتك بالطريق. كتر خيرك يا سيدي. استاذ نادر، دخيل عينك، اكتبوا لنا على هالمكرويات. يا اخي والله حالتهم حاله، مازوت، شحار، حوادث، ايه والله شي بعمل قلب عمي. ولك حبيبي هذا مو اختصاصي، افهموها بقى، انا اختصاصي مرثيات، يعني بس حدا يموت بكتب عنه، فهمت ابو عادي؟ يعني بتكتبوا نعوات استاذ؟ يعني هيك شي، بس مو لمين مكان، للناس المهمين فقط. يعني رح اضرب لك مثال، هلا انت عدم المؤاخذه، اذا اتكلت على الله ومتت، حدا بجيب سيرتك بالجرايد والمجلات شي؟ اكيد لا. وليش لحتى يجيبوا سيرتي؟ ها ما راح يجيبوا سيرتك، لأنك عدم المؤاخذة ما لك قيمة، عايش على الهامش، يعني إذا متت أو عشت بالنسبة للمجتمع نفس الشيء، سيان لا راح تقدم ولا راح تأخر. أما في ناس إذا ماتوا بيتركوا فراغ كبير وراهم، مثل الأدباء والشعراء والفنانين والمخترعين والسياسيين والمبدعين، هدول بقى أنا بالذات بكتب عنهم لما بيموتوا. يعني استاذ انت بتستناهم ليموتوا لحتى تكتب عنهم؟
لا حبيبي، أنا ما بستنى حدا. مالك شايف كيف الموت شغال على أبو جناب؟ يعني بصراحة ما عم لحق كتابي. إيه الله يرزقك ويزيدك من خيراته يا رب. آمين يا سيدي آمين، عن إذنك. بس لا تنسى تبعت لي القمصان. خلاص أستاذ، اعتبرهم وصلوا. شكرا جزيلا، السلام عليكم. الله معك. قال بيكتب عن الأموات، قال لك شو هالدنيا هي؟ ناس بتموت وناس بتسترزق وبتقش مصاري. الله وكيلك يا رائدة، الناس هلكتني هلك. شي بيقول لي اكتب عن المحافظة، شي بيقول لي اكتب عن الميكرويات، شي عن حاويات الزبالة، شي عن كبائن الهاتف، شي عن جمارك السيارات، شي عن الدوري العام. يعني كل واحد بده اكتب له همه، ومفكرين الشغلة شوربة. يعني كأنه صحفي بيكتب شو ما طلع براسه. والمصيبة انه ما حدا عم يفهم انه نحن هلأ صرنا بعصر التخصص، والصحافة صار عندها أكثر من 100 اختصاص. بجوز، بس الاختصاص اللي عم تكتب فيه انت نادر شوي. شو اسمي نادر لكان؟ لكل امرئ من اسمه نصيب. على كل حال، انت شفتي المقالة اللي نزل لي اليوم بمجلة عروبة ولا ما شفتي؟ لا والله ما شفته. اصبح شوفي العنوان ما احلى. شوفي. كراسي مقهى المدينة تفتقدك يا أبا تموز. ومنو هاد أبو تموز؟ أبو تموز؟ معقولة ما تعرفيه يعني؟ إيه والله ما بعرفه، ليش ضروري يعني أعرفه؟ لك أبو تموز بيكون الشاعر صبيح بدر الخشنة، شاعر معروف كتير، مات من 10 أيام. صبيح بدر الخشنة؟ إيه والله بحياة عمري ما سمعت باسم هيك شاعر. معقولة يا رائدة؟ معقولة مو سمعانة باسمه؟ صبيح بدر الخشنة إله 10 دواوين بالسوق، وأهمهم على الإطلاق ديوان الحزن في الجرن. المرحوم كان شاعر حزين كتير ودمعته سخية. ايه الله يرحمه. حطلك تتغدى؟ لا لا، لسه بكير على الغدا. فايت جهز مقالة رثاء للفنان إحسان دبوري. شو الحكي؟ ليش مات؟ لا لسه ما مات، بس على هوا ما فهمت الزلمة لساته بالمستشفى وحالته ميؤوس منها. طيب طالما ما مات، ليش عم تفاول عليه من هلا؟ أنا ما عم فاول على حدا. يلي عمره خالص عمره خالص، واموره محسومه من عند ربه، ويلي له عمر ما بتهينه شده. كل ما هنالك اني انا عم بستبق الاحداث. يعني بكره اذا مات فنان كبير مثل هاد، 100 واحد رح يسنوا سنانهم ورح يكتبوا عنه. بقى ليش لحتى خلي العالم تسبقني عليه؟ ليش بجهز المقال من هلا وبخبي لحين الضروره والعوزه؟ فظاعه فظاعه شو بتحسبها. اصبح اسمعي على هالعنوان ما احلى. احسان الدبوري وداعا لا لقاء بعد. شو رايك بالعنوان؟ حلو حلو، لا تقولي حلو. انا فايت لجوا حتى انقش المقال قبل ما تطير الافكار من راسي، وانت الله يرضى عليكي جهزي لي الغدا بعد ساعه زمان. يا ربي. استاذ، صباح الخيرات. اهلين سمر، شلونك اليوم؟ الحمد لله، يعني بيرضى بعيش. شو جايب لنا جرايد معك؟ مثل كل يوم، تشرين والباس والثوره. عظيم. ويا ترى جبت لي الدومري ولا نسيت؟ ولو استاذ، دومري بتصير يوم الاثنين، بعت لك حلاقين. معك حق، نسيت. تفضل. الله يعود عليك استاذ. شكرا، الله معك. على هالشغله راح كل تعبنا على الفاضي. خير ان شاء الله. اسمعي شو مكتوب بالجريده. الحالة الصحية للفنان إحسان دبوري في تحسن واضح. بقى عجبك هيك؟ الزلمة تحسن ورح يرفص المرض. الحمد لله، الله لا يضر مخلوق. ولا بدك إياه يموت مشان المقالة تبعك؟ لا مو هيك قصدي، بس يعني لو كنت انتظرت شوي قبل ما أتعذب بكتابة المقال كان أفضل. ليش حدا ضربك على إيدك وقال لك اكتبه؟ أنت بصلتك محروقة ومتسرع وقراراتك ارتجالية. لك اسمعي يا رائدة، اسمعي على الخبر. أزمة قلبية تصيب المخرج العالمي يوكوهاما كاماياتو. ولك شفتي؟ ولك شفتي؟ بعدي اسمه هالرب بيقطعها من محل بيوصلها من محل تاني. شو قصدك؟ يلي بقصده إنه يوكوهاما كاماياتو صارت جايته 3 أزمات قلبية، وغير هيك الزلمة عنده مشاكل بالضغط والسكر، يعني أكيد هالمرة ما رح ينفذ منها. ولك شبك؟ شبك رح تموته للزلمة؟ أنا رح موته؟ ليكو التاني على الحكي، هيك مكتوب بالجريدة. شو رأيك بالعنوان؟ وأخيراً
يوكوهاما كاماياتو وضع رجله في القبر على مضض. حلو هالعنوان، لا تقولي رايح لمكتبي أنا هلا؟ إيه هلا، ليش لا؟ بدي طالع كل شيء عندي مقالات قديمة عن يوكوهاما كاماياتو وأكتب عنه مقالة رثاء، لأنه بخاف يموت فجأة وأنا مو مجهز حالي. عن إذنك. طيب ودوامه؟ معلش بتأخر ساعتين، مو مشكلة. يوكوهاما كاماياتو وضع رجله في القبر على مضض. حلو، شو الحكي؟ مرحبا استاذ. اهلا اهلا استاذ نادر، تفضل تفضل. شكرا يا سيدي. اهلا وسهلا. قلت لشوف شو اخبار الاموات معك؟ كله تمام على احسن ما يرام. يا سيدي جبت لك معي اليوم مقاله حلوه كثير. هات لشوف. 20 عاما مضت على رحيل المبدع سليم المفخيتي. شو رايك بالعنوان استاذ؟ شو أستاذ نادر؟ الزلمة إله 20 سنة ميت، لسه بدنا نكتب عنه؟ وشو الغلط أستاذ؟ بالعكس تماماً، نحن لازم نضل نكتب عنه حتى نخلده. بعدين هذا من الرجال العظام، والأم العظيمة هي اللي بتحاول تخلد عظامها. يعني إذا لهلأ لسه عم يكتبوا عن شكسبير ببريطانيا، بقى معقولة نحن ما نكتب عن سليم المفخيتي؟ بس هداك شكسبير. إيه وهذا المفخيتي؟ شو يعني استاذ اذا ما كان عندنا مبدع مثل شكسبير ما بنكتب عن حدا؟ والمثل بيقول لا جود الا بالموجود، سليم المفخيتي. طيب طيب بعدين بقرا المقاله، بس لا تنسى يا نادر انه بعد اسبوع اربعينيه الكاتب والاديب الكبير عاصم ماده لسانه. مو نسيان استاذ، معقوله انسى هيك شيء؟ ها وهي المقاله جاهزه. عاصم ماده لسانه يمد لسانه ساخرا من الحياه. برافو. رائدة يا رائدة. خير خير شو بقى؟ وين الظروف الفاضية؟ عندك على المكتب. ام لقيت شي؟ معناتها خلصي. لا حول ولا قوة إلا بالله، هلأ وقتهم يخلصوا؟ ما صار شي حبيبي، بكرة جيب معك شوي وانت جاي. طيب انت شو في عندك بكرة؟ لحد هلا ما في شيء. عظيم كثير، دخيل عينك بدي صخرك بهالمشوار. اشتري لك ظروف؟ مو بس هيك، بتشتري ظروف وبعدين بتروحي على البريد وبتبعتي لي هالمقالتين. لوين بدي ابعث لك اياهم؟ هي بتبعتي لي اياها على تونس الشقيقة لمجلة النهضة، وهي العنوان مكتوب هون عندك على الورقة. ليش شو بعت لتونس؟ يعني كمان وصلت مواصلك لهنيك؟ ليش لا؟ كاتب لهم مرسية عن الرسام التونسي نهال الفيقوسي. اسمعني، الرسام التونسي الكبير نهال الفيقوسي يرسم من قبره جيوكوندا الأموات، وهالمقال هاد بدي أبعته على الكويت الشقيقة. هاي العنوان كمان مكتوب عندك هون. كاتب لهم مقال بذكرى مرور 3 سنوات على رحيل المطرب راشد الراشدي. اسمعي هالعنوان، راشد الراشدي يتأوه ويتلوى ويغني بين يدي أنكرونكير. ماشي الحال، بكرة بوصل لك ياهم. بس اوعك تنسيها، الله يرضى عليكي، لازم يوصلوا بموعدهم.
هلا انت شلون بتتذكر هالتواريخ؟ يعني منين بتعرف ذكرى وفاة كل واحد؟ ولو يا رائدة، خايفة علي يعني؟ كله مسجل عندي جوا بالارشيف، كل واحد امتى مات باليوم وبالشهر وبالسنة وشو سبب وفاته وكل المعلومات المتوجبة عنه، يعني كل ما هنالك اني انا بطالع من هالارشيف وبكتب. لك منيح منيح يلي عم يلحقولك نشر. بتعرفي يا رائدة بشو عم فكر؟ بشو؟ عم فكر اعمل برنامج بالتلفزيون اسمه مات في مثل هذا اليوم، شو رأيك؟ صباح خير استاذ منيس. أهلين استاذ نادر، صباح الخيرات. شو الصحة؟ والله الحمد لله. يا هلا. ايه سيدي، شو طلع لي اجور استكتاب عندك؟ لحظة لحظة لو امرت. بسم الله. استاذ نادر، استاذ نادر 2500 ليرة. نعم. شو الحكي؟ لازم يكونوا 3000. ليش؟ 2500 عن 5 قطع. نعم. 6 مقالات انت صادق مو 5. مسجل عندي 5 بس. اكيد في غلط لانه مقالاتي 6. بقى ممكن نراجعهم سوا؟ ما في مانع، تفضل. الكفن الابيض، تبع عندك. نعم. الكفن الابيض يليق برائد المسرح التجريدي خزيمة ابو راسين. صحيح، موجودة عندي هي. عام مضى ولا زالت صرخات الشاعر خلدون الفوانيسي تسمع من تحت بلاط القبر. شوف لي يا أبو الله. وهي كمان موجودة. المهندس المرحوم فايز البحار يشرب القهوة السادة في المقبرة مع أصدقائه الأموات. ايه، وهي موجودة. النحات الراحل عصمت شواكيشي يتمشى على سور المقبرة ليلا. نعم، موجودة. المبدع بندر بغبغاني يحس بغثيان وهو في لحده تحت التراب. لا، هي مو مسجلة عندي. ها، شفت شلون بيانت الغلطة؟ هذا هو المقال السادس يلي مو مسجلينه. ما شاء الله عنك يا أستاذ، ما بتنسى شيء. قال انسى. قال ايش لون بدي انسى يعني؟ بالنسبة للمقال الآخراني بنزل لك اياه بالاستكتاب الجاي. ماشي الحال، مو مشكلة. عن مين عم تكتب لنا هلا استاذ نادر؟ عن جراهام بيل، بمناسبه ذكرى وفاته طبعا. مو بعد كثير اخي، نحن بعصر العولمه هلا، يعني اموات العالم صاروا امواتنا. حتى الموت صار في عولمه. الله يرحمك يا نادر. بدي تخلي الناس هاي المقالة تعرف انه في حرية صحافة بالبلد. يلا بسرعة. صباح الخير استاذ. صباح الورد، طمني شو صار معك؟ المقال جاهز، صدقني استاذ. المقال عبارة عن بكائية بتبكي الدباب. برافو عليك، هات لشوف اقرالي العنوان. الصحفي الكبير نادر يخرج من كفنه ويتكلم. ايه، الله يرحمه ويحسن اليه. بس مالك ملاحظ انه هالعنوان بيشبه العناوين يلي كان يكتبها المرحوم؟ معك حق استاذ، لانه هذا المقال كله المرحوم نادر هو اللي كاتبه مو انا. شلون؟ كاتبه المرحوم نادر؟ ايه نعم استاذ، لانه كان الله يرحمه مجهز المرسية تبعه من زمان وحاططها بالارشيف، ومرته الصبح حطتني اياها حتى ننشرها حسب وصيته. لك يا لطيف على هالزلمة، فعلا ما بينسى شيء. يعطيك العافيه ام زهير. الله يعافيك، اهلا وسهلا. اخ شو تعبت اليوم يا ام زهير؟ افتصت هلكت هلكان، لا وفوق منا حر وشموس وقله فلوس ومعاشره تيوس. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. حط لك تاكل ولا لسه بكير؟ لا شكرا، مالي جوعان. اكلت بالسوق سندويشتين فلافل وعم يعذبوني بالهضم. الله وكيلك، نزلوا فوق معتي مثل صبت البلوك. يخرب بيت الفلافل، شو طيبة وسئيلة. لكن قوم غسل وغير أواعيك وارتح لك شوي. هلأ بقوم، بلشنا بالملاحظات، خليني ألقط نفس بالأول. شو عم تساوي أنت؟ شوفي بقلب الصينية. عم نقي شوية برغل لأني ناوية بكرة أعمل لي لقمة مجدرة. يعني في قدامي صبت باطون تانية. ماشي الحال، الحمد والشكر لك يا رب على كل حال. فا
والله زغت عيوني، رح تطلع روحي من هالشغلة. لك أنا مزهير، الكبر عبر، شو مفكري حالك صبية؟ معلوم، صبية ونص، بس أنا لازمني كزلو. تعرف لو حاطة كزلو كنت نقيت كل هالبرغلات بنص ساعة. دخيلك، شو بتحبي البهنكة والبحترة؟ هلأ صار الكزلوك بهنكة وبحترة؟ إيه طبعاً، نحن يا أم زهير حق اللقمة يا دوب عم ندبرها، بقى شلون بدنا ندفع حق كزلوك؟ شو وين الولاد؟ راحوا مع أختي نظمية. خير إن شاء الله؟ شو أخذوا اللي عند نظمية؟ أبو زهير، شو نسيت؟ اليوم عيد ميلاد بنتها سارة. لوك 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 لوك، الله يصلحك ويهديك على هالفصل يا أم زهير. يوه أنو فصل؟ يعني كان ضروري تبعتي الولاد لعند نظمية؟ خطي خليني ينبسطوا شوي بالحفلة وياكلوا أكلات طيبة. ما اختلفنا، بس يا أم زهير مو لازم نفتح عيونهم على هيك شغلات، لك بكرة بيتفسدوا وبيصير بدهم عياد ميلاد وحفلات وقوالب جاتو وشمع مثل أولاد خالتهم. فظاعة أنت التاني، شلون بتحسبها؟ والله ما خطر على بالي هالشي. معلوم بدي أحسبها، يعني مالك شايفة كيف حالتنا صايرة بالويل وما عم نلاقي لقمة يومنا؟ ماشي الحال، الأمل بالله عز وجل. أمي أمي افتحي لنا هالتلفزيون حتى نفرفش قلبنا بشي غنية. أمي يا الله. على أنو محطة حطلك؟ ليكو التاني، ليش بتجي عنا غير هالمحطة؟ لك بعدي بعدي هيك عم التلفزيون أشوف شو طالع. ليش فيك العادة بتشعلي التلفزيون وبتوقفي قدامه مثل خيمة شباب؟ أو ظني حالك شفافة كتير؟ هاي بعدنا يه. اعزائي المشاهدين، مثل ما عودناكم ببرنامج شلفها شلف ورباح الالف، في عنا جوائز قيمه كتير للجمهور الحبيب اللي عم يتابعنا بالبيوت، والجائزه الاولى هي عباره عن مبلغ 25000 ليره. شو 25000 ليره؟ وطبعا هالجائزه رح تكون من نصيب اول شخص بيوصل لعنا على الاستوديو، بس على شرط انه يكون من مواليد هذا اليوم بالذات. رح اعيد مره تانية، اول شخص بيوصل لعنا على الاستديو من مواليد 20/8 بنقول له هابي بيرثدي تو يو، بنناوله 25000 ليره هديه رمزيه من البرنامج. نبقى مع الفاصل ومن ثم نعود، فابقوا معنا. والله المبلغ محرز يا ام زهير، يعني 25000 ليره مو قليل منوب. ايه نيالي اللي بيطلع هالمبلغ من نصيبه. اي والله نيالو يجرخ ويرخ ولا على باله. لك ابو زهير، مو انت وسارة بنت اختي مواليدكم بنفس اليوم؟ شو بنا انا وخسارة، انا وسارة بنت اختي؟ اي والله مزبوط، اليوم عيد ميلادها لسارة، لكن ليش انا بعت الاولاد لعندها؟ اي وشو فيها، واذا بعتي الاولاد يعني؟ يعني اليوم عيد ميلادك انت كمان، يعني انت من مواليد هذا اليوم، يعني من مواليد 20/8. شو هالحكي؟ بربك عم تحكي صدق؟ لكن وقفي لأتأكد من الهوية بالغرفة الثانية. يلا. أم زهير، يا أم زهير، أم زهير. لك صحيح، أنا مواليد 20/8. لك 20/8 يا أم زهير. يا سلام، فرزت. يلا طورني مشان تلحق الكود بسرعة. لك شو أنا لساتك واقف؟ دوم دير كود. على التلفزيون لوين؟ بس شلون بديروا على التلفزيون؟ التلفزيون بعيد كتير وما بلحق يروح مشي. لك يلا بلاها هلا. لك شو بلاها هلا الثاني؟ يلا الله بعدي اسمه بعت لك ليه من نص تمك ولسه بتقلي بلاها ووشك لعند ابو وضاح جارنا سعيد من عنده شيطان. لك ارقد يلا. ايه واذا ما رضي يعيرني؟ لك يلا لا تضيع وقت بوزيدة، خلصني بعد رح تفور لي دمي، خلصني 25000. خلص طيب طيب، رايح رايح ولا يهمك. 25000 خمسة قلت ماني مصدقة، ماني مصدقة. شو هالحكي يا ابو زهير؟ هلا انت بدك تطلع بالتلفزيون؟ ايه ايه بدي اطلع، بقى يجي برك ربي تعيرني هالطعم الزيتي اللي عندك. هلا فهمني بالاول، ليش دون يطلعوك بالتلفزيون؟ ليكون برنامج مع العتالي بده يعمل معك لقاء. هلا برنامج مع العتالي رح يترك عتاله البلد كلياتها ويلحقني الي؟ لكان شو القصه فهمني؟ لك يا اخي القصه وما فيها انه اول واحد من مواليد 20/8 بيوصل على التلفزيون بياخذ 25000 ليره. لعم وليش يعطوه 25000 ليره؟ شو عمل؟ لك برنامج مسابقات، هاد عجل مشان الله. ايوه ايوه هلا فهمت، يعني انت من مواليد 20/8؟ بالضبط، مالك شايفني قديش ملهوج؟ والله نقشت معك يا ابو زهير. لك هلا خلصني ابو وضاح، يستر عرضك، الوقت عم يضيع من بين ايدينا، بدك تعير الطعم ولا لا؟ ولو تكرم عينك بعيرك يا، بس لحظه واحده لشوف مواليدي.
بلكي انا تاني طلعت من مواليد 20/8، ساعتها انا ابدا منك بالطعم. شوف بسرعه وخلصني مشان الله بلا ما يصغى. حاضر. يخرب بيت الحظ، العمى شو حظي معدتك؟ يعني لولا شوي كنت ربحت 25,000 ورقه مثلي مثلك فرتشكل. ليش هو مواليدك انت؟ 10/5، يعني فرقت 3 شهور و10 ايام، شايف على الحظ. بسيطة أبو وضاح، خيرها بغيرها، خلصني هلأ ببوس إيدك. شو قلت مشان الطعم؟ ولا يهمك، رح أعيرك الطعم، بس لا تنسانا من الحلوان. ها لا ولا يهمك، وقلك علي أول ما أقبض جيب لك صدر كنافة نابلسية. تكرم عينا، تفضل سيدي تفضل. أم زهير، شو رأيك؟ منيحة؟ إيه ممتاز، يلا روح. بس حاسس كأنه صغير علي شوي. لا لا ماشي حاله، يلا ركض بسرعة. يلا 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 رح أركض. أبو زهير خد تاكسي لا فهيصة، لحق حالك. يا اخي ليش هيك واقف بنص الطريق؟ كنت روحتك لولا لطف الله، لانه شوفاتي على قدها. بسيطه بسيطه، حصل خير، امشي بسرعه. لا من اولها لا تشترط علي، الله يرضى عليك. انا بمشي امتى ما بدي ووقف امتى ما بدي وين ما بدي. ولك اخي ماشي الحال ماشي الحال، المهم امشي هلا، خلصني دخيلك. ما بحسن بمشي يا اخي، ما بحسن بمشي. لا نتفق بالاول. لا حول ولا قوه الا بالله، على شو بدنا نتفق يا اخي؟ اللي لوين مشوارك؟ هات لي شوف. على التلفزيون. تلفزيون؟ ايه عداد ونص لكان. ماشي الحال ماشي الحال، بس تهون خلصني يستر عرضك. دخيل عينك ابو الشباب، اسرع لك شوي، ليش ماشي على بيض؟ لعب شو منك يا اخ، والله ما بقدر اسرع اكثر من هيك. ليش بقى؟ صحن الدبرياج عطلان معي، وهيل السياره مقطوع مثل ما لك شايف. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني من بين كل سيارات التاكسي بالبلد الله ما جمعني إلا بهالسيارة المهرتكة؟ أمنت فيك يا ربي. لا تقول مهرتكة، الله يرضى عليك، حسن أنفاسك، لأنه السيارة هي اللي مو عاجبتك رحت فيها على راس البسيط ورجعت وأنا مروي ومكيف فيها كتير. دفعوني فيها مبارح 450,000 ليرة وما بعد. هلأ هي حقق 450,000؟ إيه. وين عايش أنت حبيبي وين عايش؟ والله سوق السيارات صار مثل سوق البورصة تبع نيويورك. ليش صفيت السيارة على اليمين؟ لنشوف هالأخ وين رايح، طيب الشمس واقف. صبرون جميل وبالله المستعان. اللي وين طريقك أخي؟ رايح على التجارة معلم. نحن رايحين على ساحة الأمويين، بوصل الأخ على التلفزيون بعدين بوصلك وين ما بدك. تكرم اطلع. لا معلش تيسر. مصطفي هاي دقني، إذا حدا بيوقف لك خليك بهشموس خاطرك. خير شو صار؟ شو بتعرفني؟ يمكن فرط هذا سحن الدبرياج على الاخير. ايه شو يعني؟ يعني ما عادت تمشي، تبسمت في ارضها، روح دبر حالك يا اخي بشي سياره ثانيه. لا حول ولا قوه الا بالله. نعمي وين رايح؟ نعم. ما بدك تدفع لنا؟ العداد مسجل 40 ليره، يعني طلع عليك 60 ليره، اسمح لي. تفضل اخي تفضل. قسما بالله لو ما كنت مستعجل، لك المشكله اني مالي فاضي، اخذ واعطي معك، تفضل اخي. مهونه. مع السلامه. سكر الباب إذا سمحت.
يعطيك العافية. أهلين الله يعافيك. ليش مغير خطك؟ الله وكيلك نازل تصليح. إذا نازل تصليح ليش مطلع معك ركاب لكان؟ كلهم كم راكب لقيناهم على الطريق قلت لحالي بنزلهم معي خطاي. نزل ركابك وهات وراءك والحقني لكان. شرفوا انزلوا يا شباب. لوين بدنا ننزل؟ حجزوا لنا السيارة سيدي شرفوا. يا إله العالمين صبرني على بلواي ولا تفقع لي مرارتي قبل بوقت دخيلك دخيلك يا ربي. زين خلصنا خلينا ننزل قوموا. أهلين الله يعافيك. على التلفزيون لو سمحت بس بسرعة خلي لي إياك. تكرم عينك. حضرتك مو مذيع بالتلفزيون؟ إيه مذيع. وعندي طلعة على الهواء هلا. عبولة الوش مو غريب علي. لك مو أنت اللي بتقدم برنامج مع الكادحين؟ أيوة أنا بزاته. بسرعة خلي لي إياك. اسمح لي لك استاذ انه هالبرنامج مو كل العد، يعني لا تواخذني معدت كثير وما حبيت لك يا ابدا. ونحن هيك حاسين مشان هيك رح نغيره كله. شو رح تسوي غيره؟ عندي برنامج جديد اسمه مع الشوفيريه. يقبرني ربك، هذا البرنامج بينشاف بس الله يجبرك لا تنساني. بشو ما بدي انساك؟ من المقابله يعني سوي معي مقابله بالتلفزيون، انا شب عجبك كثير. بحكي كتير لساني ما بفوت لحلقي. تكرم عينك ما عمل جهدي. يا اصبح لحظة لسجل لك رقمي. معلش ابو شباب بعدين بتسجله خلينا نوصل هلا. ثواني ما راح اخرك. ليش وقفت هون؟ راح نمشي بس وقفت عشان اخذ رقم تليفون الاستاذ. ما عرفته الاستاذ مذيع بالتلفزيون تبع الكادحين. مذيع ولا كادح انا ما دخلني. الوقفه هون ممنوعه بتعرق السير. هات وراق. لك رح نمشي يا روحي رح نمشي. انا اللي وقفته الحق علي زرع بدقنا هالمره. عمل معروف ما حدا بيحكي معك. لو سمحت اعطيني وراقك. طيب شو عملنا؟ اعطيني وراقك ولا تاخذ وتعطي معي. لا سيدي ما رح اعطيك ورائي. انزل من السياره خلينا نفهم لك. ايه على راسي. وانزلت من السياره على شو بدنا نتفاهم؟ انت مخالف. طول بالك شوي. اعطيني وراك. لا حول ولا قوة الا بالك. عبد فهمك بس شويه. هات وراك. لا اله الا الله. لا حول ولا قوة الا بالله. وين يا استاذ؟ لك يا استاذ. اعطيني وراك. لك طول بالك راحت علينا الرزقة شباب. هات وراك. حاضر. وين يا استاذ؟ لجوا مشان مسابقة. انا مسابقة؟ هلا من شي ساعه قالوا انه اول واحد من مواليد 20/8 بيوصل على التلفزيون بيقبض 25000 ليره. فهمت عليك. قصدك برنامج شرف الشلف وخود الف. ايوه هذا هو. ايه اهلا وسهلا. ممكن الهويه بالله؟ ايه على عيني وراسي ولو. عم وين ضاعت الهويه؟ وين راحت الهويه؟ رجعت الهويه؟ لا بس اكيد نسيانها بالبيت. يعني ما بقدر ادخل بالهويه؟ بلا من دخلك ما في مشكلة بس ما رح تستفيد شيء. يعني شلون بدك تثبت انك من مواليد 20/8 وما معك هوية؟ بعدين في ثلاثة فاتوا قبل منك واكيد ما رح تلحق. مبروك استاذ. الله يبارك فيك. المعلوم مستهلي كله 25 ليرة. سيد قوي حالك. بيت حظي يخرب بيته وبيت بيته. لو كان عندي سيارة مثل هي أكيد كنت وصلت قبله وما كنت التهجت هاللهجة ونسيت الهوية. أهلين وسهلين أبو وضاع. أهلين دخيلك رجع لي طقم اللي عرضتك يا من يومين. دخيل عينك.
ولا يهمك ولا يهمك، ان شاء الله اليوم المساء بودي لك يا عدل. لا لا شو المساء، اليوم بدي اياه بيطلع التلفزيون. ليش خير؟ شوفي من شوي قالوا بالتلفزيون ان اول واحد بيوصل لعندهم ومعه فرنك قديم بيربع 10,000 ليره. اها مشان هيك الحاره قايمه قاعده. لكن عمي كله بده يلحق حاله. ودخلك هدول كلياتهم معهم فرنكات قديمه؟ لا ما معهم. لكن شو السمان اللي براس الحاره عم يبيع الفرنك ب 200 ليره؟ شو الحكي؟ لكن لروح دبر حالي بشي فرنك قبل ما يخلصوا. لا عم ابو زهير لحظه الله وكيلك يا نفيسه، اهل الحاره هلكوني، كله بيسالني شو بدك فيه، ليش بدك تقابله، شو رح تقله، وانا ما عم رد على حدا منهم. عامل ادن سطوح وادن زراب، ادن طين وادن من عجين. ولك بس بدي افهم انه هالناس شو بدها فيي؟ لك شو بدها فيي الناس؟ حر انا بقابل مولانا الوالي، ما بقابله شغلي على كيفي. بيستقبلني ما بيستقبلني، الشغله بتخصني الي. وقلت لهم هالحكي ها؟ مو انه ما قلت لهم؟ قلت لهم والينا بيقابل كل افراد الشعب، الكبير والصغير، الغني والفقير، المسؤول والاجير. وما بيرد حدا عن بابه، بوابه مفتوحه للجميع، لكل افراد الشعب. وانا واحد من افراد الشعب، مو من افراد الشعب انا يا نفيسه؟ طبعا، لك من افراد مين؟ بس اللي بدي افهمه، انت متاكد انه مولانا الوالي رح يرضى يقابله؟ ايه طبعا متاكد، لكن مالي متاكد؟ يعني فكرك هيك انا عم بحكي بلا طعمه؟ صدقيني يا نفيسه اني انا متاكد من هالشغله، يعني مثل مالي شايفك قدامي هلا. طيب انا رح اسايرك على عقلك. هاتي لشو؟ فرضا ها فرضا مثلا رضي مولانا الوالي يقابلك، شدك تقله؟ ها ها يا ستي، اولا رح التحش بين ايديه ورجليه واتوسل اليه، رح انبحت بهالاراضي واستعطفه لحتى يساعدني ويامر لي بالعطايا. اولينا مثل ما هو معروف بيحب يساعد الدراويش والمعترين يلي على باب الله مثلي. ايه لكن شو فكرك انت نفيسه؟ صدقيني لولا هالشله العاطله يلي حواليه كنت قابلته من الجمعه الماضيه، بس هن عم ياخذوني ويجيبوني وعلى سيم وجين. يعني حاسس مو كتير قابضيني، وعم يقولوا لحالهم يعني معقول هيك واحد مشرشح مثل هاد يفوت لمجلس الوالي ويكحل عيونه بمرأة وينشلق عليه؟ بس قسما يا نفسي ومن ثم عظما راح افوت غصبا عنهم، لانه هالشغله ما فيها خيار وفقوس ابدا. هيك قال الوالي بخطبته الاخرانيه، يعني هالكلام مو من عندي. طيب هلأ لو رحت لقيت لك شي شغلة تنفعك، مو أحسن لك من التخفيق كل يوم والتاني على ديوان الوالي؟ ليكو التانية ليكو، يعني لقيت شغلة أنا وما اشتغلتها؟ شو هاد نفيسة؟ مالك شايفتيها كيف مسكرة بوشي وين ما رحت وشلون ما فتلت؟ السوق دائر يا مخلوقة، شو هالحكي؟ دائر السوق والشغل واقف، مو بس علينا ها، على الكل. بس نحن عم ناكلها أكتر شي، ليش؟ لأنه شغلي أنا مياومي وما عندي مونة مثل غيري. يعني فكرك الشغل رح يدق بابك ويقول لك شرف، انت لازم تركض ورا لقمتك، مو تقعد لي بالبيت مثل افت الام وتطوطح بايديك، انت لازم تدور على الشغل. اوف فظاعة منك، شو بتلعي انت؟ يعني احسن من هاللعية اللي بلا طعمة؟ طلعي لفوق شوفي لي هلا شي هدية اخذها معي لجناب الوالي، لانه مو حلوة روح لعنده وايدي فاضية كمان. لا والله وبتعرف بالواجب كمان. على قولة المثل شروال ما عنده دكتوب 14، ايه اكل ما عنا بالبيت بدك تروح تهدي هدايا؟ شو شايف بيتنا مليان هدايا وجواهر ودرر؟ ولك يا نفيسة يا فهيمة، الهدية مو بقيمتها، الشغلة رمزية، يعني المهم احمل شي بايدي وانا فايت على جناب الوالي، وجناب الوالي رح يقدر لي هالشي، مو انه لا، مو غشيم الزلمة. أصبح خد له منقل الفحم، هاي هي وما عدنا شمينا ريحتها للحمة. منقل الفحم؟ ولك آخ آخ، يعني مو الحق عليكي، الحق على يلي بيسألك. يعني ما أحلاني وأنا فايت على قصر الوالي وحامل بإيدي منقل فحم.
شو قالوا لك الوالي فاضي يبسط بهالاراضي ويشك لحمه بسياخ ويشعل الفحم ويقعد يشوي ويهوي؟ يعني ما عنده شغل غير شوي؟ فظيعه انت شو عقلك ضيق؟ أتخر من الابره عقلك انت. اطلع لك كان انت دور له على هديه، انا ما بعرف. طيب شو رايك اخذ له طاسه النحاس اللي عنا؟ طاسه جدك يعني؟ ايه طاسه جدي، شبه طاسه جدي يعني. صحيح انه ما لها قيمه بس قطعة فنية حلوة، تحفة، تحفة حقيقية أنا بشوفها. هلأ حضرة جناب الوالي عنده طاسات الذهب والياقوت والمرجان، رح تعجب طاسة جدك الأنتيكة. ولك يا فهيمة يا نفيسة، هي إذا إلها قيمة بتكون لأنها قديمة، يعني في شغلات كل ما عتقت كل ما غليت. مع مين عم بحكي أنا؟ قال أنتيكة قال، والله شايف إنه عقلك الأنتيكة. لقوم دور عليها من هلأ أحسن من الأخذ والعطا معك. وين محطوطة الطاسة؟ شو بيعرفني؟ قوم دور عليها أنت. بس ما تكون الطاسة ضايعة، مشكلة وقتها. احتراماتي مولانا الوالي. أهلا أهلا. خدامكم درويش الدرابشة، واحد من رعاياكم المخلصين سيدي. أهلا وسهلا يا درويش، شو قضيتك؟ سيدي لو سمحتوا يعني تقبلوا هالهدية المتواضعة مني قبل كل شيء. مولانا بعرف إنه مو من مقامكم أبداً ومقامكم أعلى وأسمى من هيك بكثير، وحاشا لله إني أقدر أوصل لرفعة مقامكم بهدية وضيعة مثل هي، بس عزاي الوحيد يا مولانا إنه هالطاسة هي أغلى شي بملكه، يعني أنا ما بملك بهالدنيا إلا مرتي نفيسة وهالطاسة، وإذا قبلتوا هديتي مولانا ما رح يضل عندي إلا نفيسة. وهي بصراحة مو نفيسة أبداً، يعني ما في شيء نفيس إلا اسمها. تكرم عينك ولحنا قبلنا هديتك يا درويش. كتر خيركم يا مولانا، غمرتونا بلطفكم وغرقتونا بعطفكم وطمرتونا طمر بحنانكم وسعة صدركم مولانا. اللي هلأ شو طلبك؟ مولانا أنا زلمة متعيش على باب الله، يوم بشتغل ثلاثة لا، يوم بتنفرج وثلاثة بتضبطب، يوم بنتعشى وثلاثة مننام بالعشاء. وأنا يا مولانا طمعان بكرمكم وعطفكم وشهامتكم، وأنا بعرف تماماً إنه مولانا الوالي ما بيرد حدا خايب من أفراد رعيته. تكرم عينك، ومين قال لك رح ردك خايب؟ يا ياسين. عمرك مولاي. خذ الطاسة يا ياسين. حاضر مولاي. اسمع يا ابني، صرف له 100 ذهب. حاضر. 100 ذهب؟ إلهي إلهي وسيدي ومولاي، يبعث لكم 100 إفة ذهب. إلهي إلهي يرزقكم من حيث لا تعلمون. إلهي إلهي يكفت عليكم كفت برميل من الياقوت وخوابي من زمرد. إلهي إلهي يطلق فوق راسكم دلق مواعين وطناشر من العقيق والمرجان. إلهي إلهي يطمركم طمر بالعسجد والزبرجد. إلهي. وهذا اللي صار يا ابو شلهوب. شو هالحكي يا شو هالحكي؟ معقوله 100 ذهب بفرض ضربه؟ لكان فرض ضربه، لكان بضربتين. يعني معقول الوالي يعطيني 100 ذهب بالقصوطه يا ابو شلهوب؟ ليكو تاني ليكو. على كل حال عجبتني هالقماشه، لف لي اياها الله يرضى عليك. وانت ما اعطيته غير بس طاسه النحاس؟ ليش انا عندي غيرها لاهديها؟ وقبلها منا؟ وليش لحتى ما يقبلها أخي؟ الهدية رمزية مو شرط تكون مكلفة. على كلين قديش حسابك أنت هلا؟ مو بيناتنا، بعدين بعدين مو مشكلة. ماشي الحال، لف لي إياها هيك لفة مرستقة، لفة منتازة على بين ما أرجع أنا. إيه تطلع. رح لف لفة. السلام عليكم. مع السلامة مهونة. إذا هالدرويش هاد هذا الوالي طاسة نحاس مهرية وأخذ مقابلة 100 ذهبة، لكان أنا إذا هديته علبة المجوهرات يلي لطشتها بزماني من خزانة جدي الله يرحمه، قديش بيعطيني؟ أكيد مو أقل من 2000-3000 ذهب على القليلي.
تاجر ابو شلهوب ودك ايه؟ طيب المسؤول بين ايديكم مولانا. تعرفوا شيء؟ هذا اكبر تاجر قماش بالبلد يا مولاي. وشلون مسموعياته؟ بالله هموطي وعينه ضيقه وزمته واسعه يا مولاي. خليه يفوت. حاضر مولاي. بدي اتفضل ابو شلهوب. السلام على مولانا الوالي حامي الحب. وعليك السلام. شو طلبك؟ قبل ما احكي شي يا مولاي اسمحوا لي اقدم لكم هالهديه الرمزيه المتواضعه عربون محبه وولاء لشخصكم الكريم الجليل. شو هاد؟ ذهب ومجوهرات؟ مولاي الوالي هالهديه مو من مقامكم ابدا. انتو مقامكم اكبر من هيك بكتير، وحاشا لله اني اقدر اوصل لمقامكم الرفيع بهديه وضيعه مثل هي. بس بتضل الهديه رمزيه يا مولاي. ولحنا قبلنا هديتك يا ابو شلهوب، شو طلبك؟ عفوا انا مالي طلبات يا سيدنا، انا ما التمست مقابلتكم لاطلب شي يا مولاي. كل ما هنالك اني حبيت اعبر عن حبي وولائي واعجابي بشخصكم الكريم يا مولاي. شكرا يا ابو شلهوب. ونحن كمان ما منخلي علينا شيء، كمان لازم نقدم لكم هديه بدورنا. عفوا يا مولانا، هالرسميات مو بيناتنا ولو؟ لا 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 لا، ما بيصير. انت هديتنا هديه رمزيه، ونحن بدورنا لازم نقدم لك هديه رمزيه. امرك يا مولانا، مثل ما بتامروا، ما فينا نقول لكم لا. يا ياسين. عمرك مولاي. عطي ابو شلهوب طاسه النحاس يلي جابها درويش. حاضر مولاي.